مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 يسرنا ويسعدنا إنه نتحدث عن موضوع مهم جدا، موضوع الساعة بالنسبة لكثير جدا من الناس، ونحن في السودان حاليا في حالة بتاعت غرق، عن آخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة. نستضيف الدكتور مهندس مستشار صالح حمد حامد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وزارة الري، ورئيس وفد التفاوض السوداني سد النهضة بوزارة الري والموارد المائية السودانية. هيعرفنا أكثر دكتور صالح عن نفسه، وإن شاء الله يقدم البرزنتيشن. دكتور صالح، مرحب بك حبابك. دكتور صالح، سامعني؟ ايوه، مرحبا بكم جميعا. انا الحقيقه سعيد جدا يا ريت لو شغلت نلتقي الكاميرا برضو. نلتقي بالجروب، جروب الريسيرشز، وانا واحد منهم لفتره طويله. يعني كنت اسوشيت ريسيرش في البحوث الهيدروليكيه. انا خريج 84 جامعه الخرطوم، كليه الهندسه سيفيل انجينير، وبعد ذاك انضميت وانا للبحوث، واستمرت في البحوث لحد بقيت اسوشيت بروف في اوائل 2001 تقريبا. لكن برضو قاعد اشتغل شغل تنفيذي في الوزاره. يعني انا بحب اشتغل بحوثي وانا شغال في الفيلد. يعني فده خلاني اشتغل مثلا مدير خزانه برخم، اشتغلت برضو تاهيل بنيات الري الاساسيه في مبادرة قانونية، كنت الناشونال ديسيجن سبورت سيستم سبيشاليست، اللي هو عملنا الموديل بتاع ديسيجن سبورت سيستم. وبعد ذاك بقيت برضه مدير إدارة مياه النيل في الوزارة، وحاليا عندي زي سنة كده تقريبا رئيس الجهاز الفني للموارد المائية. الجهاز الفني للموارد المائية هو أورجان، ما ديبارتمنت، لأنه منشأ بقرار من مجلس الوزراء، ومديره في الدرجة الأولى الخاصة زي الوكيل مسؤول عن الترانسباوندري ووتر ايشوز. يعني نحن مسؤولين من أي شيء يكون ترانسباوندري، اتفاقيات، يعني مثلا شغل اتفاقيات مياه النيل، المياه الدولية، سد النهضة، أي شيء يكون عنده علاقة بالمياه الدولية بيكون مسؤولية الجهاز الفني. ممكن إذا كان في شغل داير لي إصطاف ممكن نشتغله عن طريق إصطاف في الوزارة، لكن في النهاية هو المسؤول ودارك اللي بيعتبر الرئيس الجهاز، هو أدفايزر أول للوزير في شؤون المياه الدولية. يعني أنا الحقيقة نمشي طوالي للبرزنتيشن بعد تقديم البسيط ده، وأنا عندي برزنتيشن بسيط وما بسيط لكن نحاول نمشي فيه سريع. الغرض الأساسي منه أنه ندي الناس معلومات كده سريعة عشان نقدر بعد ذاك الأسئلة وده المهم، يعني الأسئلة في البداية. طيب، في مقدمة صغيرة عن سد النهضة وهو شنو في شكل سلايد، بعدين نوريكم الآلية هنا اللي بندير بيها الموضوع. السلايد ما ظهر لنا دكتور. اعمل شير للسلايد لو سمحت. يا زول، ما انا قايل شير. طيب، زوم ميتنج شير. انا لانه عملت شير من عندي وقفتها من عندك كان. طيب كده، ايوه كويس كده، تمام. ايوه بس اعمل فول سكرين. ايوه كده واضح، تمام. تمام كده، نشيل ال... تمام كده. طيب، قلنا في مقدمة سد النهضة عن شنو، حاجة كده بسيطة جدا، بعد ذاك الآلية بندير بها التفاوض هنا في الوزارة، بعدين نديكم برضو حاجات صغيرة جدا عن نتائج الدراسات اللي قمنا بها هنا، ودي مهمة جدا لأنه على ضوءها الاستراتيجية بتاعت التفاوض بتاعت السودان كان بتمشي عليها. بعد ذلك بخش لكم في الموضوع بتاع المفاوضات من ما بدت لحد الموقف الحالي إن شاء الله. طيب، ده كما هو معروف السودان أخطر في 19 يناير 2011
وأعلن المشروع رسميا 31 مارس. يعني الخطر بتاع المشروع طبعا مهم بالنسبة للسيفيل لأنه في اتفاقية 1902 بتخليهم لازم يخطروا السودان. التكلفة بتاعته معروفة، كان بيسموه مشروع إكس، وبعد ذاك يتحول للألفية، وبعد ذاك عدلوه سريع جدا في أبريل لسد النهضة أو سيوير رينيسانس دام، يعني جراند أو السد. بالنسبة للسودان النيل الأبيض أو النيل الأزرق مهم جدا لأنه بيمثل بالنسبة لنا 70% من زراعتنا تعتمد على النيل الأزرق، وهو بيمثل حوالي 59 أو 60% من المويه بتاعت النيل الرئيسي كله. طبعا السودان المياه المشتركة اللي بتجيه من برا حوالي 77، يعني الديبندنسي بتاعته 77% يعني. النيل الأزرق المورفولوجية بتاعته في السودان أو كل الأنهر تقريبا، السودان منطقة منبسطة يعني، بل مقارنة نفس المورفولوجية في إثيوبيا. في إثيوبيا النيل الأزرق بنبوة أو من بحيرة تارب ومشي لي زي 30 كيلو كده برا، لكن بعد ذلك بخش في الأخدود أو الجورج اللي هو حسي ده التسيساد، شلال التسيساد من هنا بخش في جورج عميق جدا، في بعض المحلات بصل إلى 1300 متر، يعني كيلو ونص تقريبا العمق بتاعه. لما تكون انت واقف في الجرف ما بتشوف اي حاجة، الناس المشوا بالعربات عن طريق بالبر وقطعوا النيل الأزرق بيلاحظوا الحتة دي، انه العربات تاخد لها ساعة عشان تقطع النيل الأزرق فقط. فهو عميق جدا وما في اراضي يعني زراعية خالص، يعني في شوية اراضي زراعية بسيطة جدا في الحدود وليس في اعالي النيل الأزرق. بالنسبه لسيبيا معروف البورفيريا، انا قلت عليكم في بوتنشال عالي جدا للتوليد الكهربائي، لكن الاراضي الزراعيه زي ما قلت محدوده جدا. يعني اكبر بوتنشال للتوليد الكهربائي في سيبيا في النيل الازرق. في انهر ثانيه فيها ناس جيب وفي ناس البراوي لكن او ستيت، لكن ما زي النيل الازرق اللي هو حس حاليا عندهم مشاريع خزانات التوليد الكهربائي مدروسة جاهزة، يعني زي مندانيا، بيكو أبو، كارادوبي، كلها مدروسة وجاهزة يعني، وممكن تولد كهرباء عالية جدا. في مصر طبعا مصر بتعتمد حوالي 95% على النيل، وأكثر دولة مستهلكة المياه للمياه النيل الأزرق. في اتفاقية طبعا بين السودان ومصر في تقاسم المياه، ودي بتدي السودان 18.5 في أسوان، وبتدي مصر 55.5. 18.5 هنا في أول السودان بيساوي لنا حوالي 20.5. كما هو معروف أن إحنا لم نستهلك هذه المياه حتى الآن. هم الحقيقة المياه الزايدة من السودان يتوسعوا بها في توشك والسلام. السلام دي ترعى بتدخل تحت قناة السويس وتطلع تسقي أراضي في سيناء. عندهم أراضي جوفية، خزان جوفي هائل جدا لم يستغل بعد في مصر. ده سد النهضة، الموقع طبعا في الحدود، وزي ما شايفين هنا بتكون من اثنين، سد خرساني زي ما شايفين هنا، وفي سد ركامي. السد الخرساني ده يهودا، وده الثاني ده حوالي 5.5، وده حوالي 1000 كسر كل الطول بتاعه، وده حوالي 5200. الكاركترستيك بتاعته نص الصورة، يعني هو ببعد حوالي الخرساني حوالي 20 كيلومتر من حدودنا، لكن السد الترابي أو السد الثاني ده الركامي ده ببعد حوالي 5 كيلو بس من الحدود، لأنه الحدود بعد ما تجي في الجزء ده هنا الحدود بتمشي مع النيل، وبعدها بتجي لافة بتقرب للسد الركامي ده. فالسد الركامي ببعد حوالي 5 كيلو فقط من الحدود السودانية، ارتفاعه حوالي 145 متر. أما السد الركامي فحوالي 50 متر الطول، قلت لكم 5 كيلو ومئتين. طبعا هناك الأراضي لأنها حجرية، فالسدود الركامي عندهم سد ركامي واحد بس،
مقارنة بسدودنا هنا في الروسورس مثلا عنده بالاتجاهين لأنه أراضي مبسطة في اتجاه 13 متر ونص في اتجاه 8 أمتار ونص، يعني عندنا أكثر من 23 كيلو متر عبارة عن سدود ترابية كمان وليس ركامية. السعة بتاعت سد النهضة يا جماعة 74 مليار، عشان نقارن مع السد العالمي 62 مليار. المساحة بتاعته 1874 لأنه يعني ارتفاع هو المنسوب بتاع الأرض عالي ما منبسط، المساحة بتاعت حوالي 1800 مقارنة بالسد العالي 5250 كيلومتر مربع. يعني طول البحيرة 246 كيلومتر مقارنة بالسد العالي 500 كيلومتر. التخزين الميت 14.8، السد العالي 31، التخزين الحي طبعا 14.74 بسبب 59. السد أساسا للتوليد الكهربائي وكان الانستولد كاباستي بتاعت التوربينات مفروض تكون 6000 ميجا وات مقارنة بالسد العالي 2100 فقط، يعني فده توليده عالي جدا 3 مرات قدر السد العالي. طيب نجي بسرعة للآلية بتاعت الوزارة هنا. منذ البداية طبعا الوزارة شاركت عدد كبير من المؤسسات، كونوا لجنة قومية فيها أكثر من 16 جهة رسمية، واللجنة دي انبثقت منها 4 لجان رئيسية للدراسات، الدراسات الهيدرولوجية والمياه الجوفية وسلامة الخزانات والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، واللجان دي اشتغلت شغل تقيل جدا وعملت results هنشوف جزء منها بعد شوية. حاليا المفاوضات في لجان أكتيف اللي هي دي السياسية والإعلامية والدعم القانوني والنمذجة، واشتغل الشغل كثير جدا والتحليل الإحصائي وفي تعاون ثنائي. اللجان دي بتجتمع أسبوعيا بتقدم فيدباك وبن يعني كأنها برلمان بالنسبة لنا التفاوض. أي إيشو دايرين فيه مور إضاءات أو حاجات ديب أناليسيس بنحول لجنة اللجنة المناسبة يعني للدعم. يعني نمشي سريع في بعض الحاجات أو الدراسات. أهم حاجة بالنسبة سد النهضة يا جماعة بيعمل ريجوليشن للنيل الأزرق اللي هو حاليا بيعمل الخط الأزرق ده، وحوالي 80-86% من مويته بتجي في 4 شهور يوليو لحد أكتوبر. بعد سد النهضة هيكون الخط البراون ده النيل الأزرق يكون ريجوليتد، في الصيف مويته بتزيد ما في فيضان بيكون حاجة بسيطة جدا، وبعد ذاك يعني المويه بتكون ريجوليتد فول. الكلام ده عنده امبليكيشنز كبيرة جدا، هنجي للامبليكيشنز، لكن الاسلايد دي واحدة من مئات الاسلايدز. الغرض كان منا نحدد ما هي المدة او السنوات الاوبتيمم ييرز فور فيلينج، واتلقت ان حوالي 6-7 سنوات. انا بس هنا حبيت نوري انه جزء يسير جدا من الحياة. طيب الآثار بالنسبة هنا الجيرت هيدرو باور الكهرباء، نحن في دراساتنا دائما بنشوف خزاناتنا ونشوف سد النهضة ونشوف السد العالي، يعني الثلاثة دول عشان تفهمهم بعدين في التفاوض، وكل واحد عنده يعني الانترس والكونسيرن بتاعته. فأنت في الاناليسيس لازم أول حاجة توبتمايز يورس بدون ما تتضرر، وتشوف الآخر البحث شنو عشان بعدين في التفاوض تكون very كلير. وفي كل دي سيناريوهات كما قلت لكم 200 ما يعني بسيطة يعني كثيرة جدا، بنشوف الأفريج يير والدراي يير كريتيكال فلوز، السنوات الفيضان دائما بتكون ما فيها مشكلة، فنحن بنشوف الأفريج ونشوف الدراي. الكهرباء في سد الروسورس مثلا في الأفريج والدراي وقبله وبعد سد النهضة وطوي الحبل لقيناه بيزيد بحوالي 25-30% بعد سد النهضة. ده السد العالي، إذا كان جاء سنوات دراي السد العالي بيتأثر بحوالي 12% في الكهرباء بتاعته بتنزل. الري وده مهم جداً،
الري حاليا بالاكزيستي حوالي 98% المساحات. اذا كان زدنا المساحه دي 600,000 فدان، يعني احنا حاليا عندنا مويه زي ما قلت لكم حوالي 7 مليار بتمشي لمصر، لانها بتجي حسي الفتره بتاعت الفيضان دي وما عندنا لا مواعين، فبتمشي بتتخزن بتكون لفائده مصر يعني. فعندنا ممكن نستفيد من هذه المساحات، نرو مساحات حوالي 2 مليون فدان بيساوي مساحه مشروع الجزيره. فاذا كان اضفنا 600,000 ما في اي حس حاليا كده، اذا كان اضفنا ال 2 مليون هيكون الريليبيتي بتاعت الريجيشن بتنزل لحوالي 90. لكن في حاله السد النهضه حتى ولو كان زرعنا ال 2 مليون فدان كان لاحظنا ما في اي مشكله، لانه خزاناتنا بتكون مليانه على طول، مليانه على طول. يطلع ده معناته واحده من فوائد السد النهضه انه يمكن للسودان استفاده من حصته كامله من مياه النيل. طبعا هسه حاليا الطرمبات في الصيف المويه بتشرو، في زياده ازبيرات بتزيد الهيد، وبالتالي ازبيرات وفول النافيجيشن ممكن تو بي امبروفد. الدراسه بتورينا الارتفاع في الصيف كم والانخفاض في في الفيضان كم. الاطماء، لكن قبل ما نمشي اطماء كده نتكلم عن الجروف. الجروف هنا التأثير نيجاتيف. المساحات الحاسة حاليا هتقل بحوالي نص، حوالي النص يعني 50%. بنشوف الصورة دي كثير جدا في الفيضاء في حاليا في الصيف، الجانب الثاني ما بيشرب، الموية بتشرد، وبالتالي دي من البوزيتيف انه في بعد صد النهضة الكورس بتاع الريفر بيكون فل، وبالتالي الناس ممكن تشرب في كل الاتجاهات. ال 50% ما بتشرب بالفيضان الحقيقة ممكن تسقيها برين دايم بطرمبات بسيطة جدا. حتى الطرمبات الليستر البسيطة ممكن تشتغل، وممكن تزرع هذه الجروف أكثر من مرة للأفيلابيليتي بتاعت الموية في على طول النيل الأزرق والنيل الرئيسي. الطمي عندنا تو بوزيتيف أند نيجاتيف. البوزيتيف أنه حاليا التكلفة بتاعت إزالة الأطماع في مشاريعنا المروية بيساوي نص التكلفة، إزالة الأطماع فقط بيساوي 50% من تكلفة التشغيل كلها. دي هتقل جدا لأنه أكثر الطمي هيكون في سد النهضة، ولكن في جزء منه هيصل استيل. النيجاتيف بارت أنه الطمي عنده يعني بيقل يعني بيسمد الأرض، وبالتالي نتوقع أنه في زيادة في السماد هتكون مطلوبه يعني. دي جزء من الدراسات لتحديد المساحات بتاعت الجروف. واحده من الجهات النيجاتيف صناعه الطوب. الطوب الاحمر هيتاثر باكثر من 80% لانه بيعتمد هسه حاليا في الفيضان في الاطراف بيكون في طمي وبعد ذلك يخلط ويصنع منه الطوب. هذه العمليه هتكون هتتاثر جدا بعد قيام صد النهضة، فصناعة الطوب هتتأثر تأثير كبير، وعلى البلاد أن تعتمد على صناعة البلوكس سيمنت والبلوك زي ما هو معروف في محلات كثيرة جدا الطمي ده للزراعة يعني. المياه الجوفية الدراسة بيقول أنه أنا بس هنا أشير لأنه عدم التغير في الاستورج، يعني كلاحظنا هنا التغير في الاستورج قبل وبعد صد النهضة الدراسة بتقول ما في تغيير يذكر، وفي معلومات كثيرة أنا بس بحاول أديكم يعني جزء صغير جدا من الدراسات يعني. الإطماع، الإطماع زي حسي حاليا زي السنة دي مثلا، دي الصورة دي قبل سنة في 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 سنجا، في صور زي دي هسه حاليا من النيل، لكن الصوره دي كانت من الفلاش فلوس من الامطار. الفلوس من الامطار هيستمر، ما عنده علاقه بصد النهضه، لكن كل الفلوس من النيل متوقع انه ينحسر تماما. يعني ممكن يكون جدا فيضان السنه دي الاخير. هذا اذا كان الاخوه في اثيوبيا نجحوا في انه يرفعوا السد الحالي اللي هو المنسوب هسه حاليا 560 متر الى 595، دار لهم 35 متر.
في الحالة دي ممكن يخزنوا 13.5 مليار، وإذا كان تمكنوا من تخزين 13.5 مليار ما في أي فيضان السنة الجاي من النيل الأزرق. يعني الصورة الأخيرة هنا دي بتتكلم أو في البوتوم هنا بتتكلم عن الهدام أو ظاهرة جرف، ودي طبعا معروفة بأنه كان في الفلط زي اليومين ديل الموية تكون طلعت برا، وفي نفس اللحظة نحن نقوم نكفل الخزانات للتخزين، فبحصل انحسار سريع في الليفل وبقوم بجرف مع التربة. الظاهرة دي برضو متوقع أنها تنحسر أو تتقلل جدا بعد صد النهضة. يعني هي ظاهرة معروفة جدا في الشمالية بتاكل الأرض والجناين. يعني طيب ده الملخص بتاع الدراسات دي كلها، في تنظيم واستفادة من كمية الموية وحصة السودان، زيادة في الطاقة الكهربائية من التوربينات الحالية. أما إذا كان غيرنا التوربينات إلى more efficient one ممكن نرفع الدراسة بتاعتنا، ممكن تقول أنه نرفع الطاقة الكهربائية من الخزانات بتاعتنا الحالية إلى أكثر من 50%، لكن اللي حس حاليا ممكن تزيد ب 30% بنفس التوربينات. الفيضانات تكلمنا عنها تنحسر، التبخر في السيستم الدراسة بتكلم عن أنه في جين بتاع 1 مليار. السد النهضة هيبخر حوالي 1.9، السد العالي بخر حوالي 10. بعد صد النهضة السد العالي هيكون شغال بليفل أقل، التبخر بتاعه هينزل لسبعة أو أقل، وبالتالي في حوالي مليار متر مكعب جين للسيستم. أنا بتكلم هنا عن السيستم كله. تقليل الإطماع تكلمنا عنه. في التخزين الاستراتيجي دي ما تكلمنا. صد النهضة يا جماعة عنده هو ببدأ فل في ليفل 595، لكن الاوبتيموم جنريشن بتاعه في ليفل 625. الفرق ده الاستورج حوالي 30.1 او 30.5 مليار. في الحالات العاديه هيشتغل بين ليفل 625 و640، في حوالي 25 مليار هيشتغل في عادي، ما بينزل للجزء الثاني اللي هو 30 ده الا في حالات الجفاف. ده معناته شنو؟ اذا كان حصل سنه واحده جفاف او سنتين عندنا اوريدي 30 مليار جاية نازلة، مما يعني أن السودان ما هيتأثر زي ما هسه حاليا. نحن نعتمد رزق زي سنة بالسنة، أي سنة جافة كله جاف، لأنه بنهاية السنة خزاناتنا كلها يعني تكون وصلت الديد ستوريج. الكلام ده ما بيحصل في حالة سد النهضة لأنه استيل في 30 مليار أبستريم. إذا نتكلم عن التخزين الاستراتيجي لمواجهة التخزين التغير المناخي، أو يعني إذا كان حصل جفاف سنة أو سنتين. طيب التعاون طبعا سد النهضة ممكن واحد من المشاريع المستقبلية. طيب النتيجة النهائية في دراساتنا دي كلها بتقول أن المنافع بالنسبة للسودان تفوق بكثير المضار من سد النهضة، وده النتيجة دي مهمة جدا لأنه توجه لنا التفاوض كله. يعني طيب الدراسات بتاعتنا ونتائج دي شفناها مع ناسنا مهندسين اللي اشتغلوا برا، باحثين اشتغلوا دراسات كثيره نفس الدراسات. في دراسات كثيره جدا انا متاكد انه جزء كبير منكم كباحثين مر عليها، في ناس بلاك مور، ناس ويتينتون، ناس كيفن ويلر، الجماعه دي كلهم دراسات والنتيجه اولموست سيم. ده بس عشان نتاكد انه نتائجنا اللي عملناها داخليا is not diverting يعني diverging كثير من الآخرين. يعني فدي كلها بتأكد نفس النتائج اللي وصلنا لها. بل يعني بنجي مثلا في جزء من المصريين بصفة عامة طبعا هم ضد السد، وفي مرات بنلقى حتى في إعلامهم أنه بحاولوا يخوف السودانيين بيقول لك خرطوم هتغرق هتكون 15 متر وكلام ذي، لكن منهم الناس اللي يتكلم positive كتار، يعني ناس أبو الغيط، ناس فاروق الباز، وفي واحدين قالوا صراحة أنه السد النهضة يعتبر كالسد العالي بالنسبة لمصر، السد النهضة بالنسبة للسودان كالسد العالي بالنسبة إلى مصر. يعني ممكن الناس تشوف النتائج. طيب نجي للجزء بتاع التفاوض، وده يا جماعة بدأ من 2012 بتكوين الانترناشنال بانيل اوف اكسبيرتس، ودي لجنة تكونت من 10 ناس، 2 من كل دولة من الدول الثلاثة و4 international experts.
اللجنة دي درست التصميم بتاعها في الوقت ده ليفل 1. ليفل 1 كلكم ما عارف الناس المهندسين بيعرفوا انه المشاريع الكبيره حتى عندنا في مستوى هنا عندنا في الري مثلا القنوات والبيارات اللي شايفينها في ديزاين. ممكن نقول اول الديزاين اساسا ببدا من المهندس الاول بعدين رئيس القسم بعدين مدير التصميم ومدير المشروعات. دي حوالي اربع ستيبس بتنتهي من التصميم ده كله كده نسميه ليفل 1. بمشي ممكن يتراجع تاني اذا كان مشى في واحد يرجع تاني يتراجع يكون تصميم. التصميم ده لما يمشي تنفيذ تاني بتعدل اثناء التنفيذ. كلكم عارفين انه مرات اثناء التنفيذ بيكون في لابد من تعديل بعض الحاجات البسيطه. في الامارات بتلقى التعديل ده كتير في الشرفات والحاجات دي. في النهايه بطلع دروينز جديده يسموها اس كونستراكتيف يعني زي اس بيلت اور اس كونستراكتيف. اللجنه دي راجعت التصميمات. بالمناسبه التصميمات دي كثيره جدا وحوالي بالضبط كم قريب 60 تقرير يعني هي يعني كبيره تقارير كثيره جدا راجعتها يعني تصاميم جيولوجي وهيدرولوجيه والكلام الكثير ده كله وطلعوا بثلاثه توصيات. طيب اللجنه دي اللي قلت لكم العشرة ديل الاربعه ديل انترناشونال ديل ثلاثه منهم كانوا اتفقوا انه كل دوله تجيب لسته بتاعت خبراء. الخبراء ديل هنشوفهم بعد شويه هنا يكونوا في سلامه. دي التوصيات بتاعت الخبراء قالوا خدتم توصيات خاصه في السلامه وقالوا تجرى دراسات تفصيليه. السلامه دي خدت لها توصيات واحده وقالوا تمشي مباشره واتفقوا مباشره وادالوا اثيوبيا ووافقت عليها طوال للتنفيذ. اما دي الاثار الهيدروليكيه والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه قالوا تجرى دراسات تفصيليه لان الدراسات اللي تمت كانت قالوا اوليه جدا برايمري. طيب قلنا الدول الثلاثه كل دوله جابت لسته شالوا من لسته السودان ثلاثه ومن لسته مصر شالوا ده بتاع اللي هو بروفيسور بيسون ده معروف خواجه من جنوب افريقيا هو بتاع موديلينج وكان هو الانترناشونال اكسبيرت في مجال الدراسات الهيدرولوجيه والموديلينج والكلام ده. اما بتاع السلامه والدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه والدراسات البيئيه كان من لسته السودان الاربعه دي يعني. طيب في السلامه قالوا شنو اهم حاجه النقاط اللي خدتوها انه السد الركامي لازم يكون في كاتافور. طبعا السودانيين برضو يعني عندهم خبره كبيره جدا عمليه عندهم ستة خزانات يعني خدتوا كاتافور بعمق حوالي 50 متر تحت والصبه بحيث انه ما في سيبش اندرنيس يعني وعدلوا دبلوا الحجم بتاعه. كان الارض بتاعه فوق حوالي 4 متر تحول كله الى 8 متر وتحت القاعده برضه اتدبلت والواجهه بتاعته كانت اسفلتيه اتحولت الى واجهه خرسانيه. ده بالسد الترابي. اما السد الخرساني فاهم حاجه فيه كان ودي ميجر انه كان الماكسيم بروبل فلوب كان حوالي الفلوب بتاع 1000 سنه اللي هو الفلوض اللي بيمر بيجي مره واحده كل 1000 يتحول الى مره واحده كل 10000 سنه. ده فلوض كبير جدا وبالتالي حول كل السيفتي فاكتورز بتاعت السد والحجم بتاعه وكل الكلام يتغير. برضه عملوا فيه كاتوفول وحاجات يعني دي عملت التكلفه حوالي 1300 مليون اللي هو مليار 1.3 مليار متر مليار دولار كلفت اثيوبيا عشان تنفذ التوصيات دي. التوصيات دي مشت دايركتلي من اللجنه ومشت لاثيوبيا واثيوبيا على الفور وافقت وطبعا الناس تحققوا من الكلام واشادوا بالكلام ده في الاتفاقيه بتاعت الخرطوم بتاعت الديكلاريشن اوف برنسبلز وهي في الانترنت الناس ممكن تشوفها يعني الاشاده بتاعتها دي اول مره نلقى الاشاده دي في اتفاقيه يعني.
طيب أما الدراسات الهيدرولوجية بتاعتي اتفقوا في اللجنة اللي قبل شوي هنا، اللجنة الوطنية الثلاثية، كونوا لجنة عشان تشرف على تنفيذ هذه التوصية. اللجنة دي اختارت المستشارين المفروض يقوم بالدراستين دي، وطبعا عملية يعني عشان تضع TOR والكلام الطويل ده، وبعد تختار. ووقعت على شركتين فرنسيتين، واحدة اسمها BRLI والثانية اسمها الترلا، وبدوا وادوهم القروش كل الكلام بتاع العقد تم، وطلعوا حاجة اسمها الانسيبشن ريبورت اللي هو التقرير المفاهيمي اللي هو بوري كيفية الدراسة، تقرير كبير طبعا. مفروض الكلاينت اللي هو الثلاث دول وافقوا عليه ويقولوا جو اهيد عشان يقوموا بالدراسه. للاسف الدول اختلفت في هذا التقرير، وهو مشهور الاختلاف ده، كان امر راو في الاعلام شديد في ابريل 2017. السودان رفضه، اثيوبيا رفضته، مصر وافقت عليه. السودان رفضه لسبب اسباب كثيره في ثلاثه صفحات، لكن اهمها انه بيعتبر الاستيتس حسي حاليا طبعا كجزء كبير من حاجات، انه الووتر يوز جزء بس من الحاجات الثانيه يعني. الحس الاستعمالات حاليا هي البيز بتاعه. السودان رفض هذا المعنى لانه اذا كان وافق معناته الستة مليار والسبعة مليار كنا نتكلم عنها مشت لمصر يعني، اللي هي نوع من بيسموه الاكوير درايت، الكلام الزمان في 1959 بتاع 1948 دايرين يعاد تاني هنا يعني. صدر رفضه وقال التقرير ده كان بس يعني هو النقطة دي بس ريجكتد، ما بنقبله ولا زلنا حتى ولو كان هذه الدراسة ما شرط تقوم يعني، ممكن نعملها نحن. وبالتالي هذه الدراسة الدراستين ديل ما قاموا. إثيوبيا رفضت لأسباب تانية لأنه دخل في الآثار في الدلتا، وهم قالوا والله نحن حدنا السد العالي، اي شيء داون ستريم السد العالي ده الامباكت بتاعت السد العالي افتكر لحد كبير زي الرايد يعني. طيب ده بالنسبه طبعا بعد ذاك في جانب سياسي انتهى باعلان المبادئ اللي حسي قلناها 2015 مارس وقعت في الخرطوم. بعد ذاك في لجنه وزاريه من وزراء الخارجيه والري ورؤساء المخابرات في الثلاث دول من كل دولة، وبالتالي بقت تسائية اللجنة اشتغلت لها زي ستة شهور، من ضمنها كونت اللجنة العلمية البعثية الحاليا بتقود التفاوض حاليا، كونوها من جهات علمية وبحثية في الوقت ذاك. لكن طبعا هسه حاليا اللجان دي تحولت فيها بحثين يس وعلميين، لكن فيها interdisciplinary يعني لازم انت تتفاوض دار لك استراتيجيين ودبلوماسيين وناس كتار يعني، زي لجنتنا حسي حاليا بتضم طيف واسع من كل هذه الجهات. طيب في السلامه كما هو ما دل انه ايشو دائما الناس بتتكلم عنه كثير جدا في سد النهضه بالنسبه للسودان. اول حاجه السلامه عندنا التصميم والتنفيذ كمنشاه، وده تكلمت عنه قبل شويه، والزلازل والكلام ده كله اتراجع وعملوا تصميم جديد عندنا له يعني، احنا الدوكيومنتس دي كلها موجوده يعني الحسي اتنفذت لانه في شير ماشي يعني. لكن في سلامه بتاع التشغيل والاجهزه الحسي حاليا بترصد الحركه والسيبش والسد النهضه فيه اكثر من 2000 جهاز لما ينتهي يكون فيه اكثر من 2000 جهاز بتاع للرصد يعني بتاعت الحركة والسي بي وغيرها معروف في الخزانات، وكميات المويه اللي بيفكها كيف. السلامة التشغيل هذا الموضوع هو موضوع اتفاقية هسه حاليا، ان احنا في الاتفاقية هسه حاليا عندنا باب كامل الى سلامة الدام سيفتي بنسميه، كل الحاجات اللي نتأكد انه هذا السد يشغل يملى ويشغل بحيث لا يمثل اي خطوره بالنسبه لخزاناتنا ومواطنينا، هذا الموضوع داخل هذه الاتفاقيه.
ومتفق عليه يعني في الحته دي بما فيها الطوارئ، اذا كان حصل طوارئ يعني كل الخزانات طبعا عندها خطط طوارئ ومعروفه، والتبادل بتاع المعلومات. والمناسبه دي متفقين انه صد النهضه وصد الرسيرز المعلومات في الحاجات الثانيه شهريه، لكن بين صد الرسيرز يومي، في خط ساخن بيناتهم يعني، ومتفق عليه كلامنا. طبعا المواصفات والكلام العالي نتكلم عنه موجود يعني في الانترناشنال كوميشن اون لارج دامز، الناس ممكن تشوف الكلام. طيب نحن الرسمه دي عملناها كروكية عشان لانه نحن اثناء التفاوض لما نتكلم عن سلامه السدود السودانيه بنتكلم مع واحدين قانونيين والمراقبين يعني. فاساسا السلايد دي ده صد النهضه، ده صد الرسيرز، سنار، وده السد العالي. فبنحاول نديهم صوره عشان يفهموا نحن لما نتكلم عن السلامه. فده صد النهضة حوالي 10 مرات أو 12 مرة قد صد الصرف، وموت بتنتهي طوالي مع الحدود اللي هو حوالي 15 و 20 كيلو من صد النهضة، بما يعني أنه الريليز من صد النهضة عنده علاقة كبيرة بسلامة صد الصرف، وبالتالي سلامة كل الناس الداون ستريم يعني. في تقارير كثيرة في الحتة دي يعني احنا بنحاول سوري. طيب الاساسيات بتاعت التفاوض بتاعتنا، طبعا اهم حاجه نحن بنحافظ على حقوقنا المائيه في النيل، حقوقنا الحاليه والاستراتيجيه والايام الجايه، ده في الراس قبل كل. بعد ذلك بنلتزم بالقانون الدولي والتعاون الاقليمي والكلام ده كله في راسنا يعني. لكن دي النقطه الاساسيه لا تفرط فيها يعني باذن الله. طيب ده الجدول بتاع الملي بتاع السد اللي هو السندي هسه لما حاولوا يشيلوا المفروض كان شالوا 4.9. بالمناسبه النهضه متفق عليه ومبني اساسا انه يبنوا ويملوا. هسه حاليا هم في ليفل انا قبل قلت 560 ما قدروا يملوا يصلوا للمنسوب ده في البنى. هسه حاليا المويه بتمشي بفوق شايفينها في الصوره، وما قدروا يشيلوا حتى ال 4.9 الحقيقه شالوا 3.6. لكن كانت عملت مشكله لانه بدل ما يشيلوها في جولاي اوغست بالراحه يعني قاموا شالوها في اسبوع واحد لاسباب سياسيه، لانهم دايرين داخليا يقولوا ملينا ويعملوا احتفالات وكلام زي ده. لكن اساسا السيستم كان خلوه ساي بس طبقوا قفشهم ومرقوا كان برضه بملي وبطلع بفوق يعني، فما في اي حاجه. دي الحته اللي طلعت، كان الراوت طلع في منتصف جولاي، قاموا قرصوا الابواب البطن خالص الكلفرز عشان خلال اسبوع المويه تطلع بفوق ويتصور والناس تمشي تحتفل تم ملء الخزان. الزور البسيط تم الملء، الحقيقه ما في الخزان عشان يتملي دار له كم يعني، لسه دار له 74 دوب الناس شالت، هو جص بدء الملي. لكن كبدء بدون اتفاق السودان برضو عنده في ايران، ما في بدء بدون اتفاق، ده موقف يعني. احنا لازم كل الشغل يبدا باتفاق زي ما مكتوب في اتفاقيه اعلان المبادئ يعني. الحاجه الثانيه انه كلاحظوا انه الجدول ده متفق عليه من سبتمبر 2018 في الاعلام، تسمع مصر قالت دايره في 10 وسيبي دايره تمله في 3، الكلام ده ما صح. الجدول ده متفق عليه سبتمبر 2018 اذا كان السنه كانت افريج، اما اذا كان دخل السنه واحده من السنوات دي جافه السنوات دي هتزيد، لانه هناك متفقين في ليفل محدد ما حيشيل مويه اذا كان اقل، واذا كان اكثر من المتوسط ممكن يشيلوا جزء من يزيدوا يسرعوا الملي يعني. فالجدول ده هو جدول بتاع الافرج زي ما شايفين 7 سنين يعني، اذا كان السنوات كانت، اما اذا كان السنوات مطيره ممكن يشيلوا جزء من اعلى من المتوسط النيل، وبالتالي ممكن يقللوا السبع سنين ممكن تنزل لسته سبعه وطئفه حسب الانفلو يعني. طيب ده سريع كده، ده نديكم الشكل العام بتاع الاتفاقيه، في اوبجيكتيف، في كلام ظهر اخيرا في مبادره السودان عن البري اكزيستنج تريتيز، وبعد ذاك في التكنيكال دي القضايا هنا في الفيلينج واللونج تيرم اوبريشن والدراوت ميتيجيشن ميجر والانفيرومنتال دي متفق عليها.
الدان سيفتي ميجرز متفق عليها، الداتا اكسشينج متفق عليه، الكوردينيشن ميكانيزم متفق عليها، لكن في بعض الحاجات ما متفق عليها. انا هتكلم شويه، والديسبوز ريجوليشن برضو متفق على دي الاشكال العريضه يعني. طيب احنا يا جماعه داخل الاقليم هنا باجتماعات روتيشن بالعواصم الثلاثه عملنا 9 اجتماعات، النتيجه بتاعتي اللي الجدول قلت لكم قبل شويه اللي هو بتاع الملي. بعد ذاك يعني المصريين والامريكان اتدخلوا في الموضوع، المفاوضات مشت واشنطن. في واشنطن الحقيقه الناس قطعوا شوط كبير يعني، وصلوا حتى المصريين دي وقعوا، يعني احنا ما وقعنا لانه اثيوبيا كانت غابت في الاجتماع الاخير. كان في ضغط تقدر تقول شديد على الاثيوبيين خلاهم ما يجوا في الاجتماع الاخير. وده اللي خلانا احنا نقول 90% من القضايا تقريبا هلت في منتصف فبراير 2020 في واشنطن. لكن نتيجة للضغط الكبير على الاثيوبيين ما جو. نجي نشوف القضايا دي كانت وين قبل ما نرجع هنا. القضايا دي اقترب في حوالي 4 أو 5 قضايا تكنيكال وليجل زي 3، ودي ظهرت بنفس الصورة دي في مبادرة السودان اللي هو قام بها رئيس الوزراء همدوك، وكانت في حاجة سموها يعني إذا كان حصل جفاف في سنة واحدة صد النهضة يفيد من الكلام الجبال اللي قلنا 30 مليار الاستراتيجي ريزيرف يفيد كم؟ إذا كان سنة واحدة كانت جفاف ودي محددة والناس اتفقوا على حد الجفاف نفسه، حد الجفاف بالنسبة للنيل الأزرق 37 مليار، وده الناس بتصليه statistically اللي هو quantile 92، أو بمعنى آخر الفلو حوالي 92% من الفلو الهيستوريكال فلو بتكون أو احتمال يكون الفلو أعلى منه ب 92% وأقل منه ب 8%، ده بسموه حد الجفاف 37 مليار. إذا كان جاء سنة واحدة أقل من 37 متفق أنه يفكوا كم من الاستراتيجية دي طبعا حيولدوا ويفكوا، وإذا كان جاء سنوات 4 جافة أقل من 37 4 سكسسيف يفكوا كيف برضو متفق عليه. لكن الدخل في واشنطن كان جديد وافق عليه الأثيوبيين هناك تحت ضغط من الأمريكان، لكن بعد ذلك تراجعوا عنه قالوا إذا كان في سنوات قريبة من الجفاف 38 39 40 41 في الحدود دي سنوات يعني دي الأثيوبيين حس حاليا في الفترة الأخيرة بعد ما عملوا مشاوراتهم الداخلية لما انسحبوا من واشنطن قالوا أن إحنا ما بنعترف، ولا زالوا في موقفهم ما بنعترف بحاجة يسموها سنوات شبه جاف. طبعا لا زالت هذه النقطة، والنقطة دي بالنسبة لمصر شايفها مهمة، أول الاستفادة الحقيقية الوحيدة من الاتفاقية دي كلها يعني هي بتشوف أنه صدى النهضة مفروض يكون باكب للسد العالي في سنوات الجفاف. طيب بالرغم من أنه الموضوع ده أخذ زمن، لكن ما هو احتمال سنوات الجفاف نفسها؟ أقل من 1% اللي هي حصلت مرة واحدة في الثمانينات عندنا في 119 سنة الفاتت، يعني الاحتمال بتاع الجفاف الممتدة أقل من 1% والناس لسه مصرين أنه عقب. يعني في الأنور أوبريشن رول ده مهم جدا بالنسبة للسودان للأغراض البلاني، في الديلي إنفلو فاريشن تروسيرس دام يعني التغير بين يوم واليوم الثاني الموية داخل الروسيرس، ودي ده إيشو بتاع سيفتي عندنا. أنا اقترحنا 200 مليون يعني ممكن الليلة إكس اليوم الثاني يزيد ب 200 ما يزيد من 200، هم دارين 400 يزيدوا ب 400 ممكن، هم طبعا بانين شغلهم أنه إذا كان حصل كومبليت بلاك أوت ممكن ينزلوا التوربينات كلها مرة واحدة يعني. نحن شايفين الكلام ده عنده تأثير على 23 كيلو ونص بتاعت الردميات الترابية بتاعت سد الروسيرس، خاصة الكلام ده ممكن يحصل في الصيف عندما تكون لما تكون الجسور
جافة وفيها شقوق وكلام زي ده. في الريفيلينج إذا كان حصل جفاف يملوا كيف؟ المصريين بيروا أنه يملوا بال يدوم هم أول حاجة من الداون ستريم، والإسيبيين بيروا أنه من نفس يملوا بنفس الفيلينج الحسي حاليا ماشي بالجدول اللي قلناه قبل شوية. يعني السودان قدام كومبرومايز طبعا إندو برضو اللي صار هو أنه مو يكون أول ستريم كده، لكن قدام كومبرومايز لطس فلو ذا سيم فيلينج، لكن نخلي التي سي سي اللي هي الكوردينيشن كوميتي في كوردينيشن كوميتي اللي هي هسه هنا بنشوي كنا بنتكلم عنها، دي الكوردينيشن ميكانيزم دي في تتكون من 3 مهندسين كبار من كل دوله بتشرف على تنفيذ الاتفاقيه كلها وبتتابع الدي تو دي التشغيل. نخلي اللجنه دي تشتغل لنا في تقرر في اللحظه دي انه تحول الموي ده من السليم ولا اب السليم. في الليجل الليجل دي ظهرت برضو اخيرا في البايندينج نيتشر. البايندينج دي يا جماعه داخله كيفيه تعديل الاتفاقيه، كيفيه يعني تنتهي منها او تخرج منها او تجمدها، كيف البروفيجنال ابلكيشن بتاعتها. في 3-4 حاجات جوا. في الريفرنس ووتر شيرنج اجريمنت دي نقطه لا زالت السودان قدم فيها حل. اثيوبيا تذكروا قبل شويه انا كنت بتكلم عن الريفرنس بتاع 37 اللي هو الثريشورد بتاع الدراوت ده مبني على الهيستوريكال انفلو المويه الداخله على سد النهضه. طيب اذا كان اثيوبيا بنت سد، نقول سد، السد في ايفابوريشن له مليار او 2 مليار ايفابوريشن، يطلع الانفلو بيكون اتغير الداخل لسد النهضه بيكون اتغير بالمويه الكونسيومد او الايفابوريتد، يعني مما يعني انه اثيوبيا ما كان دار تجيب 37 ما ممكن تبني اي حاجه قدام ابو السليم، بمعنى اخر انه ما في لها طريقه ثانيه تبني اي تعمل اي ابو السليم ديفلوبمنت الا تعمل بريتشنج للاتفاقيه. فالحته دي وقفت، وطبعا هي طبعا ما بتعترف ب 1959 لانها ليست طرف. السودان قدم حل اشادوا به المراقبين، قال خدت 3 حاجات، قال والله الاب ستريم والداون ستريم ديفلوبمنت بصفه عامه حق لكل الدول وزي ما في قانون الدولي. اثيوبيا من حقها تبني اي سد او تعمل ديفلوبمنت اب ستريم سد النهضه شرط انه الالتزام بالقانون الدولي، بمعنى اخر انه تقترح اي مشروع والدول الثلاثه تيجي تقعد زي هسه في سد النهضه الناس تتشاور اتفقوا على المشروع. اول ما اتفقوا وعرفوا كمية الموية الـ will be consumed يسيوي automatically كان detect الكمية دي من الـ inflow وتعمل adjustment لـ يعني إذا كان upstream بيشيل 2 الـ 37 هتحول إلى 35 وهكذا. يعني الدينامو الحل المراقبين أشادوا به جدا وقالوا والله ده وجيه، اليسيبيين قالوا هيدرسوه. في الديسبيد ريزوليوشن ميكانيزم متفقين انه اللجنه بتاعت التي سي سي اللي قبل شويه بنتكلم بتاعت الكوردينيشن ممكن تحل اذا كان ما حلت ترفع للوزراء. كان ما حلت الاتفاقيه بتاعت 15 بتقول انه يرفعها لرؤساء الدول، لكن رؤساء الدول بالنسبه لنا في الحته دي السودان ومصر متفقين انه في الاتفاقيات دي اتفاقيه بتاعت فريم ورك، لكن دي اتفاقيه بتاعت ابلكيشن او امبلمنتيشن او فيها اجراءات على الارض، لازم النتيجه لازم تكون بايندينج، يعني لازم تصل لمرحله بتاعت بايندينج، والا هيكون في تراكم في المشاكل كل مره، لانه انت لما تبدا للمستوى السياسي زي ال التقرير بتاع الكونسبشن ريبورت الانسبشن ريبورت ما قدروا يحلوه حتى ولو بعد ما رفعوه للدول ما تحلل. ليه؟ لانه المستوى ما بيندي على مستوى رئاسي شغل سياسي. ف
في الحتة دي الأسيبين دايرين يخلوها كده تتراكم لصالحهم. نحن بنرى أنه لازم يكون في بايندينج ليميت. وآخر اجتماع الناس اتفقوا كان على ميدياتر، والميدياتر ده ما ميدياتر ساكت، يكون الرأي بتاعه بايندينج. المقترح ده لسه تحت الدراسة، لم يتفق عليه. دي النقاط الأساسية حسي. أنا رجعت بكم للسلايد اللي قبله، أنه يعني بعد ما يجينا من واشنطن، طبعا بعد ذاك في قرار جامعة الدول العربية تذكر في شهر 4 شهر 3 السودان وقف ضده، لأنه بيعتبروا اصطفاف أفريقي عربي. وفعلا يعني كانت الترجمة بتاعت السوريين، يعني زي ما أنت مشيت للجامعة العربية العرب هم هيمشوا للاتحاد الأفريقي. يعني بعد ذاك في مرسم بتاع خطابات لمجلس الأمن كإنفورميشن، وبعد ذاك تاني في شهر 4 ولا 5 تاني برضو خطابات، لكن في اللحظة هنا كان طلب من مجلس الأمن في هنا يتخذ إجراء. لكن من وقت إن بتوين كانت مبادرة رئيس الوزراء السوداني، اللي هي كانت قلصت النقاط اللي قلت لكم قبل شوية، التكنيكال والليجل. مجلس الأمن في المرحلة الثانية لما طلبوا أكشن بدأ إجراء، ولحد عملوا جلسة مفتوحة. لكن بعد ذاك الاتحاد الأفريقي يعني اتصل وعنده مبادرة أو اتفاق ممورندوم أندرستاندينج مع الاتحاد الأفريقي، أنه كل المشارك الأفريقية ممكن كمرحلة أولى تحل في القارة ما لم ترفض الأطراف يعني. وكانت في المبادرة بتاعت رئيس جنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، واللي هو تحت رأيته جرت المفاوضات الأولى. المفاوضات الأولى ما عملت في دي كتير في النقاط اللي قلت لكم قبل شوية دي، يعني ما عملت أي حاجة كده تذكر يعني، لأنه القضايا ظهرت في مبادرة السودان. لما مشينا المفاوضات الثانية دي الحقيقة رجعنا لورا، اللي هي انتهت قبل أسبوعين يعني. رجعنا لورا لسبب بسيط جدا، بدل ما الناس تناقش القضايا الأوستاني جا دخلوا براي. بالمناسبة قبل ما نجي للبتاع هنا، الاتحاد الأفريقي دخل أوبزيرفرز. الأوبزيرفرز زيل هم نفس الأوبزيرفرز جابوا من السودان زمان، لكن جاب زي 6 خبراء عالمين أفارقة، يعني واحد منهم نائب رئيس المحكمة الدولية، وديل قدموا تقرير لحل المشاكل بصورة يعني السودان أشهد به. السودان براو، التانيين الظاهر عليهم ما دايرين النازل ولا ما دايرين يصلوا الاتفاق، أنا ما عارف، لكن السودان براو الواقف مع الخبر، لأنه الحقيقة أكثر تقديرهم شالوا من مقترحات السودان ذات. فالسودان موافق تماما على رأي الخبراء الفارقة ديل، اللي هو قدم حلول لهذه المشاكل. بكل مشكلة بضعوا الدول الثلاثة وبضعوا رأيهم واضح جدا لحلها يعني. فلما جينا للثانية دي هنا، بدل ما الناس تشيل التقرير ده وتقرأ وتشتغل في أو الثاني إيشو، خلوا التقرير بعيد وقالوا لطس نجمع المقترحات بتاعت الاتفاقية. طبعا أي دولة عندها اتفاقية كاملة من وجهة نظرها، قالوا نخدتهم سوا نعمل لها كومبايليشن، يعني في كل مادة نقول إثيوبيا قالت كذا، السودان قال كذا، مصر قال مهم، وبعدين نتناقش. نحن رفضنا الاتجاه ده، قلنا لهم جربنا كثير وكله فشل، لكن أصروا. لما أصروا قلنا لهم أوكي خلينا نجرب الفشل، وفعلا عملنا الكومبايليشن وقعدنا ولم نتفق على أي مادة في الحقيقة. مرة في يوم كامل كنا بنتكلم في كلمة واحدة يعني. وبالتالي الجلسة الأخيرة أو الراوند الأخيرة من الاتحاد الأفريقي كانت it is just a loss of time. ونحن يوم اللي هو يوم 28 فات الطرفين طلبوا يمدوا أو يواصلوا، لأنه ما في تقرير مفروض نرفع يوم 28 تقرير للاتحاد الأفريقي. قالوا ما عملنا حاجة نرفع، ونرفع أنه لم نهرس أي تقدم.
ونحن اصرينا هم كان دارين نقول ليه ما يعني نضيع الزمن، لانه نحن اساسا ما مقتنعين بالابروش نفسه، الابروش والنط يعني ما بدي لاي حاجه قدام. فبالتالي حس الراوند الاخيره كانت الحقيقه ويسيت باك، بدل ما كنا بنتكلم عن النقاط الاوستاندينج الرئيسيه اللي هي دي، رجعنا نتكلم في كل ماده ونختلف في كل كلمه. يعني الابروش كان الصح نحل المشاكل دي، وبالتالي نكون لنا لجنه بتاع الصياغه من القانونيين في كل التوال يمشي يصيغ، وما دام الناس اتفقوا في الحاجات الاساسيه يعني. ده الابروش اللي قدمه السودان. وحاليا الاتفاق بتاع واقف على اساس انه متوقعين قمه مصغره من الاتحاد الافريقي في اي لحظه اجتمعوا ويوجهوا الاجتماعات. احنا قدمنا لهم خطاب بنقاط محدده، قمه تدي المراقبين رول، بدل ما يكونوا مطبقين يدين ساكت يسمعوا ويكتبوا تقرير وما يشتغلوا به ويطلع ما في داعي لهم، يدوهم رول بتاع ميديتر عديل. حتى حكايه الكومباليشن بدل ما نتكلم عن ثلاثه، ممكن المراقبين يعملوا ينظروا في الثلاثه ويخطوا اتفاقيه واحده يخطوها لك انت، لو مخطوا لك الماده انت بعد في التفاوض فاوض من وجهه نظر يعني على الصياغه بتاعتها. فطلبنا منهم انه يدوا الناس ذي الرول، ومتوقعين في اي لحظه الاتحاد الافريقي يدعو الى قمه مصغره اللي هي مكونه من المكتب التنفيذي من اربع دول زائدا الثلاثه دول اصحاب الشان اثيوبيا ومصر واثيوبيا، و ديل حيتخذوا قرار ونشوف المرحله الجايه شنو يعني. انا تخليت انتهيت من البرزنتيشن، اتمنى انه يكون كان واضح، ومرحب بكم ان شاء الله لاي اسئله. انا تخلي الاسئله هي الممكن تطلع المعلومه الناس دارينها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور صالح، يعني تقديم مقتضب سريع وبيورينا انه والله اخي حاليا المفاوضات واقفه، دي اخر المسيدات في مفاوضات سد النهضه، انه المفاوضات واقفه والناس زي ما قلت انت ما يعني في سياسه بتاعت كسب زمن واضح، في زول بيكسب في الزمن. طيب انا هبدا لك بالسؤال السؤال الأول يا دكتور، قبل ما إنه الزملاء والزميلات الموجودين هنا داخل الجلسة لو في أي زول عنده سؤال ولا كده يا أخوان ممكن يستخدم خاصية رفع اليد ونديه الفرصة. السؤال الأول هو أن إحنا أكثر ناس مهددين بالغرق في حالة حصلت أي مشكلة في الأوبريشنز، المسافة ما بين سد النهضة وسد الرصيرس مسافة ممكن لو في زول رياضي يعني يعملها جكة. الكلام ده لو ما في تنسيق تام ما بين المهندسين اللي في سد النهضه والمهندسين اللي في سد الرصيرس ممكن في اي لحظه من اللحظات يحصل غرق. شنو الضمانات لينا نحن كسودانيين انه والله يا اخي التنسيق ده حيتم الليله؟ نحن النظام السياسي بتاعنا اتغير في السودان، مش نظام بايد كان عامل يعني سياج بتاع سريه حول اي حاجه لها علاقه بسد النهضه، بس حاليا عندنا نظام الحمد لله انه في حريه تعبير وفي انفتاح ومديتوا جيتوا تقولوا هذا نقدم عندكم في الباحثين السودانيين، ودي حاجه يعني ممتازه جدا. النظام السياسي تغير في اثيوبيا لاي سبب من الاسباب، وقام مشى في اتجاه عكسي تماما، الاتجاه بتاع الميديشن وكده. شنو الضمانات لنا نحن انه والله يا اخي حيكون الاوبريشنز ما بين سد النهضه وسد الرصيرس ديل الاثنين يعني في 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 اتفاق؟ حاليا ما اظن من الحاجه اللي اتعرضت دي والاتفاقيات في اي حاجه بايندينج، ما في حاجه ملزمه للاثيوبيين انهم ينسقوا مع الجانب السوداني في الحته دي، واحنا المتاثرين. يا ريت تجاوب لنا على السؤال ده وندي فرصه وقتيه للزملاء. جدا الضمانه هي الاتفاقيه نفسها، الاتفاقيه عشان كده نحن مصرين على انها تكون بايندينج. الله حصل في اول واحده من الحتات بتاعت
النقاط العالقة عشان نديكم هنا البايندينج نيتشر اوف ذا اجريمنت. بالمناسبة الاثيوبيين كانوا دايرين اتفاقية سموها جايد لاينز اوف اوبريشن اوف فيلينج ان اوبريشن، ما دايرين يسموها اجريمنت نفسها. ونحن نتكلم عن بايندينج اجريمنت انترناشونال اجريمنت، يعني هم دايرين الاجريمنت تكون ويزين الاوفر اول، يعني يعني ووتر شيرينج كومبريهنسيف ديفلوبمنت. ده كلام بالرغم انهم داخليا بيقولوا والله الجايد لاينز بايندينج بالنسبه لنا نحن. قلنا لهم لا لا لا، لازم نسميها اجريمنت ولازم نكتب فيها جوا داخليا جمال قانون طبعا امر الله صياغه محكمه انها هي بايندينج، النقاط دي بايندينج. وقالوا انه ما سموها لنا جايد لاينز لانها هي جوا كلها ما جايد لاينز بتاعت فيلينج اون اوبريشن، جوا الشغل بتاع في مواد كثيره بتتكلم ما عن الجايد لاينز بتاعت الفيلينج اون اوبريشن، وبالتالي ما ممكن تسميها كده. فالحته دي مغطيه تماما. وطبعا رجعوا في النهايه ليه؟ لانه محكوم الكلام ده بالماده 5 في اتفاقيه اعلان المبادئ بتاعت 2015. الماده 5 بتتكلم عن انه الطرف تصل الى اتفاق حول الملء والتشغيل. فدي الماده في الاتفاقيه دي اللي تحكم كل شغلنا، انه لازم يكون اتفاق. فيطلع مهم جدا وصل الاتفاقيه دي، كان خلينا الشغل ساكت كده هدى اللي بنكون في التغير السياسي. حس حاليا مثلا هم مثلا في الزياره بتاعت رئيس الوزراء المصري وقالوا لنا كثير ان احنا بيننا وبين السودان ما عندنا اي حاجه، كان دارين اي حاجه بنديكم ده ما في اي حاجه بيقولوا لك، لكن ده حس حسب النظام السياسي حس اول قبله، لكن لما يتغير ممكن الكلام ده يروح. عشان كده انا حريص جدا كلام ده كلام مرحلي لازم يتم باتفاق ملزم عشان نضمن حقي يعني. واذا كان حصل اي طارئ او خرق برضه بضمن لك حقك بتاع الكومبنسيشن والكلام ده كله. فالضمان اساسا في انك انت بتعمل اتفاقيه دي اتفاقيه دوليه بتمشي تخطها في الامم المتحده، تخطها في اي حته، وفي الاتحاد الافريقي بتكون ضبطت في الحتات دي كلها. ودي الضمانات بتاعت الاتفاقيات كلها بتيجي من انها يعني الناس اللي ويتنسي لها منظمات كبيره من الامم المتحده وهكذا. طيب طبعا احنا الضمانات دي يعني صراحه كده مع الجيران لما يكونوا اكبر منك واكثر مقدرات منك ما بتكون ملزمه. ناسي ما في اتفاقيه ملزمه لمصر تكون محتله حلاي بس حاليا في اللحظه دي، لكن ده الحاصل يعني، يعني قانون دولي ولا غيره. وفي جانب بتاع ناشونال سيكيورتي اعتقد انه فيه هشاشه يا دكتور لو ما الامور مكربه بصوره كامله. طيب في سؤال ثاني برضو عن الجوانب بتاعت الاثار. انت ذكرت انه في جروف وفي زراعه كان يعني زراعه موسميه بتحصل للناس بعد انحسار النهر، خصوصا بعد الموسم ده بعد الاربع شهور بتاعت النيل الازرق، وانه بعد كده الناس الريجيليشن بتاع النهر بتاع سريان المويه هيكون متواصل طول العام، ودي حاجه كويسه، وبالتالي الناس هيتحولوا من قصه الزراعه العاديه دي لانه يجيبوا توربينات. التوربينات دي هتكلف قروش. مزارعين دي الناس يعني قاعدين في مجرى النهر دي ضعيفين وما عندهم يعني امكانيات ولا كده. ففي دراسه يفترض انه على الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه لاثار سد النهضه على الدوله، الاكثر دوله هي النيل ده طوله الاكبر في السودان. ف الحاجه دي من البدفع حقها يعني. يفترض انه في دراسه جدوى اتعملت، ودراسه جدوى يكون في تكاليف انشاء النهر نفسه السد، يكون في والله اثيوبيا حتدفع كومبنسيشن للناس اللي حيتاثروا بالنهر ده. جبال انت ذكرت انه والله بجود ويل اثيوبيا غيرت دراسه الجدوى بتاعتها وكلفتها 1.3 بليون. دي حاجه كويسه يعني بادره كويسه، لكن الاهم انه في ناس حيتاثروا اثر طوالي بمجرد ما انه النهر يكتمل. ف
هل في برضو شيء ملزم لحاجة زي دي؟ شكرا جزيلا أخ أنور، كلامك في محله. النقطة الأولى بتاعت الحشاشة دي، الحشاشة والناشونال سيكوريتي، الموضوع ده برضو طبعا زي ما شفت أنت الأيام اللي قعدنا في لجنة سياسية، في لجنة سياسية معانا طوالي في قبل شهر وكده كونوا لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، دي بتضم 7 أو 8 جهات رئيسية، الخارجية، استخبارات وطائفة، المهم تحت الطاولة دي كل ما تتخيلوا، ما يعني العلاقات يعني العلاقات الضم والعلاق بين الدول الثلاثة، مصر يعني كل الإشي اللي انت بتتخيلها، إذا كان حلايب المهم الإشي دي كلها في الطاولة دي. يعني موضوع صد النهضة لم يعد تكنيكال فقط، يعني موضوع عنده علاقة بالسياسة كبيرة جدا، وبالتالي اللجنة دي كونت بحيث أن كل هذه يعني العناصر تصب في هذه الطاولة ويتخذ القرار أكوردينج. ف دونت وري أنه الموضوع ده حسي حاليا بقى أخذ يعني ليس ما زي زمان السنوات الفاتت أو لحد شهر 3 الفات كان تكنيكال في وزارة الري فقط، حس حاليا وده من الوزارة هنا، يعني نحن ضغطنا شديد جدا عشان نخلي الإشو لهذا المستوى، أنه يكون ولا زلنا دايرين الأكثر، دايرين أي سودان يكون انفولف، أي سودان يكون موضوع، وحس الجهد اللي بنعمل فيه ده أنه كل ذول يوصل للآخر لأنه بيتأثر. فالموضوع ده ماشي كويس جدا الحمد لله. دراسة الاقتصادية الاجتماعية يا جماعة، اتفاقية 2015 انتوا عارفين منصوص عليها انه لابد من اجراء هذه الدراسة، وكده لما وقعوا الاتفاقية كانت الاتفاقية تحت الاجراء، وكده في السلكشن بتاع الفيرم المفروض يقوموا بالشغل، لكن هسه لانها وقف الانسبشن ريبورت في 2017، هسه حاليا شيلنا نفس الارتكل وخطيناه في الاتفاقية الحسي ومتفق عليها كالله عصوا. انا قبل شوية هنا شايفين لما اتكلمت هنا الانفيرومنتال والسوشيال امباكت اسسمنت في ارتكل هنا بتتكلم عن هذه الدراسه لابد من اكمالها. ليه؟ لانه الدراسه دي لازم تتم جوينتلي، كان عملتها براك ما بيعترفوا بها، لازم تتم جوينتلي عشان الطرف الاخر يعترف بها، يعني لازم يكون مشارك فيها. ده ما بيعني انه المواطن السوداني المتاثر ينتظر هذه الدراسه، نوت ات اول. يعني احنا حاليا هسي مثلا في النيل ادلك عندنا الدراسات للنيل، اخر دراسه كانت كومبرهنسيف بتاعت التعليه عندنا لا قاعده، لكن هسي في دراسه ماشيه برضه بتاعت تاثير بالهيدنج بتاع تاثير صدمات ات ناشونال ليفل، لانه احنا في الوزاره احنا بنفتكر انه المواطن اللي بيتاثر ما عليه بالجهه الاخرى، ده مسؤول منه الدوله. ان احنا ويشود الدراسه دي نخليها جاهزه نرفع للدولة كان في أي compensation أي mitigation measures to be taken by the government وتعوض الناس، وبعد ذلك هي later on مع أثيوبيا ومع مصر تشوف حقها وين، لكن المواطن المفروض ما يتأثر بحاجة زي. أنا إحنا طبعا نتمنى أنه a joint study team والcompensation if any يجي من الطرف الآخر، يعني ده لكن إذا كان ما تم نحن دراستنا جاهزة ومفروض يرفعوا الكلام للحكومة السودانية، وهي حق يعني ده حق المواطن وحق أخلاقي يعني من الدولة أنها تديهم تعويضهم يعني لأي ذول متأثر. هذه الدراسات عندنا دراسات قاعدة وفي دراسات نعملها في أبديتنا. شكرا جزيلا. طيب نأخذ مداخلة من سالم. سالم إدريس يا ريت تعرف نفسك تفضل. هلو السلام عليكم. عليكم السلام. صوت واضح؟ مرحب بك. صوت واضح؟ واضح جدا. Go ahead please. اوكي. السلام عليكم، انا اسمي سالم ادريس، طالب ماجستير في الحوكمة البيئية جامعة اسمها اي بي بي في اندونيسيا.
مساعد باحث بحيث البحوث الزراعيه السوداني. شاكر مجموعه الباحثين السودانيين دكتور انور ضيف الله، دكتور صالح، المحاضره او التنوير الشيخ دي، لكن للاسف انا جيت متاخر شويه كده ما حضرتها. البروت لاين ما كان واضح بالنسبه لي، لكن في شويه او في نقطتين ثلاثه دار نقدر نقول عليها تساؤلات، هي ما اسئله مباشره. اتمنى انه باشمهندس صالح تساعدني في الاجابه عليهم يعني. طيب، حسب متابعتي لمساله بتاعت اتفاقيات المياه، انه يا اخي الموقف اللي لها متبنيها اثيوبيا واللي جعلتها مثلا تقوم على انشاء الصد دي وتقوم على توقيع الاتفاقيه في 2015، الموضوع ده ما جديد يعني، من زمن محاضره مبادره حوض النيل بتاع 99، وبعده اتمخضت منها اتفاقيه انتيبي اللي خلى ابستريم كانتريز تتكلم على انه يا اخي في نسبه كبيره جدا من مياه النيل مسيطر عليها السودان ومصر، على اساس الكلام انه مفترض يتم تقسيم الانصبه بتاعت المياه ده على اساس انه دول المنبع والمجرى والمصب، فالاتفاقيه ده ما فير يعني. فكان في ابيلينجز من كثير من دول بتاعت دول المنبع انه يا اخي السودان بحوجه لانها تنضم لانتيبي عشان تقدر تحافظ على حقوقها، وبرضه يعني تتفق مع بقيه الدول المجاوره انه يا اخي كيف ليه الزمن ذاك انا شايف ليه 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 ظل السودان رافض لانه يا اخي ينضم لانتيبي؟ سؤال، هل ما كان ممكن يحفظ حقوق السودان 18.5 مليار متر مكعب من المويه دي؟ هل ممكن كان الاتفاق ده اذا دخل في انتيبي ممكن ينقص من نصيب السودان؟ واحد. اثنين، حسب معرفتي يعني انه يا اخي الاوائد المباشره من صد النهضه للسودان ما حاجات بتذكر يعني، ما واضحه خير مساله بتاع تقليل الطمع، وتقليل الطمع ده في تقدير انا شايف انه يا اخي عنده نيجاتيف امباكت في مساله بتاعه السويل فيرتيليتي، اضافه اللي النقطة ذكرتوها انه يا اخي الانتظام بتاع جرانيل، وده ممكن يزيد من دورات الزراعية والكلام الكثير ده. بعدك في بعض الناس بيتكلم عن انه يا اخي ممكن يزيد من تغذية المياه الجوفية والكلام ده، انا شايفه منطقيا ما ممكن يبقى، لانه يا اخي لما مساحة السطح بتاعت المياه الجاري تكون كبير في امكانية بتاعت انه يا اخي يكون في جراوند ووتر ريتشارج. اذا النايل ستريم بكون نارو شديد ما بكون في امكانيه بتاعت انه التغذيه. الامباكت على المياه الجوفيه حقنا شنو؟ طيب، ثلاثه برضو ظليت متابع المؤتمرات بتاعت وزاره الري او بتاع لجنه التفاوض التنويرات الاخيره، انه يا اخي هم واقفين في المرحله الفلانيه والمرحله الفلانيه وبيتكلموا، وبرضه يعني في تصريحات طوالي باستمرار بانه يا اخي الموضوع ده بكون فيها فوائد جمة للسودان، لكن الفوائد ده هل بناء على دراسات يعني مثلا في هل في دراسات بتدعم انه يا اخي اننا حاجه الفلانيه بتجينا ما الليله بس اون لونج ران يعني، هل في الكلام ده؟ اذا في ليه ما منشوره في الويب سايت حقكم عشان نقدر نستفيد مننا يعني نحن كمجتمع باحثين يعني، حتى الرو داتا ذاته ما متوفره ليه؟ كده السؤال الاخير ده ما واضح. السؤال الاخير بتكلم عنه يا اخي اللجنه بتاع التفاوض برئاسه الوزير لفتره طويل ظلوا هم بيقولوا انه يا اخي في فوائد جمه كثير يعني على المجتمعات بتاع المجتمعات على النيل من صد النهضه، الفوائد دي ما موضح يعني شنو الفائده يعني، بناء على دراسات قصدي يعني بناء على دراسات ولا كلام سايد؟ واذا في دراسات يعني مثلا زي الدراسه بتاعت السوشيال ايكونوميك امباكت دي اذا متوفره ليه ما بتكون متوفر في الويب سايت حق الوزاره عشان نقدر نستفيد منها، اضافه للرو داتا ذاته ليه ما قاعد يكون في الويب سايت بتاع الوزاره؟ شكرا. شكرا جزيلا الاخ سالم، اسئله في الصميم. تمام، صحيح جزء منها نحن اضطرنا له انت ما حضرته، لكن كده نمشي سريع. مشاريع اثيوبيا ودول المنبع، مشاريع اثيوبيا ما في التسعينات بس من الستينات. النيل الازرق في دراسه، اول دراسه كانت عملوها الامريكان ناس اليو اس جيولوجيكال سيرفي حول السدود
للطاقة الكهربائية في النيل الأزرق، على النيل الأزرق وروافده، ودي حوالي 13 سد عملوها في الوقت ذاك للإمبراطور الأثيوبي في الوقت ذاك يعني. بعد ذاك الشغل وقف لما جو المجموعة بتاعت منجستو والشيوعيين، وقف الشغل ذاك في الوقت ذاك. والسد النهضة نفسه كان بيسموه سد البوردر، وكان في الوقت ذاك 11 مليار. في الثمانينات عملوا له ابديتنج، عملوا له ابديتنج ورفعوه لحوالي 14 و 15 مليار. في اوائل ال 2000 جاءت مبادره خوض النيل وعملت ثاني دراسه للشغل ده كله، والدراسه دي موجوده حسي حاليا، ورفعوه ل 37 مليار. فيطلع الخزانات وبالذات الهيدروبور جنريشن في والجزء ده كله تحت مشروع اسمه جي ام بي اللي هو جوينت ملتي بيربوس بروجرام. واثيوبيا في الوقت ده بتقول انه دايره الدول الثلاثه للدراسه دي، قاموا بها المكتب المبادره في النيل الشرقي في اديس اسمه الانترو، وكانوا منتظرين جو اهيد من جانب. للاسف الدول ما الثلاثه في الوقت ده جنوب السودان ما قدرت تدي اثيوبيا جو اهيد نفذي مثلا سد البورد او البوردر الاول. كان يعني ما وافقوا لهم كده عشان تجو اهيد يعني. فكان ده رد الفعل الطبيعي بتاعهم انه يتخذوا قرار جزء منه جايز يكون سياسي لكن برضه ايكونوميك، لانه هو بس الحصل انه كبروا السد عشان يكون عنده بدل ما كان سيزونال يكون عنده استراتيجي ريزيرف في حال السنوات ضعيفه. فحتى الجبال اتكلمت عنها 30 مليار يعني كان جات سنه ضعيفه، هم التوليد بتاعهم ما هيقل، عندهم المويه ممكن يوصلوا فيها. فيطلع المشاريع دي قديمه. لماذا لم ينضم السودان للسي اف اي اللي هو الكوبرتيف فريم ورك اجريمنت؟ السودان من حيث المبدا جنرالي مع الاتفاقيه فيه ماده 14، والمادة 14 دي اللي هو حولها سمال ووتر سيكوريتي، واتحدوا فيها كثير جدا الدول ومجموعه البنك الدولي، وهو على اساس انه تخد حاجه توافقيه. المشكله وين؟ اذا كان انت يوساين دايركتلي تنسى مويتك الحسي حاليا يعني، تنسى يعني المويه كلها بتكون بول، لانه جمال الكوبرتيف فريم ورك مبني على يسموه benefit sharing وليس الووتر sharing، وده اتجاه معروف في العالم لحد ماشيين به في مناطق كثير خاصه في دول زي حوض النيل. ان احنا في السودان بنؤمن انه المستقبل لازم الشغل ده يكون benefit sharing، لانه حتى لو قسمت المويه الحسي حاليا على السكان المزايدين اصلا النصيب بتاع الفرد بيكون اقل من حد الفقر، يعني اقل من 1000 اللي هو ال 84 دي اقسمها على عندك حوالي 250 ولا اكثر من 250 ده بس النيل الشرقي، فالعدد كبير حوالي اكثر من 300 مليون. فاساسا الاقليم فقير من ناحيه المويه، قسمت المويه. انا هم افتكر انه ماده 14 اللي هي مختلفين فيها دارين جست تو والسودان بالمناسبة رجع وقاعد يناقش في الحتة دي لحد هسي، كان في أي قمة بيناقشها في الاتفاقيات السابقة نعمل لها شنو. اثنين الديسيجن ميكينج، هل هو باي كونسنسس ولا باي ماجوريتي. و ثالث النقطة الثالثة اللي هي no objection، يعني انت بتعمل دراسة بتبدأ لزول الاخر الجار الاخر الداون سيروم او الاب ستريم، المهم يكون عارف what is the impacts عليه. وكل الحياة الثلاثة دي مناسبة جزء من القانون الدولي اللي حسي حاليا ساري اللي هو اتفاقية المياه اليو ان كونفنشن اون ووتر اللي هو بتاع 1997، بتلقى المواد دي كلها موجوده يعني بتاعت
النوتيفيكيشن والنو اوبجكشن والكلام ده كله موجود. فالنقاط دي بس خلافات انا في السودان احنا شايفينها ان كان بي سولف والسودان ألتيميتلي قد ينضم يعني ما شايف على المدى القريب يعني ممكن ينضم. لكن النقاط دي لازم تدرس كويس وتتعرف مشاكل. في نقطتين من النقاط اللي انت تاني قلتها بتتكلم عن الفوائد. انا احنا البرزنتيشن ده في اول كله قدمنا الدراسات بتاعتنا هنا العميقة جدا عن الفوائد في مجال بس كده نمسك المويه اللي انت احنا عندنا حوالي 7 مليار من المويه هسه حاليا في الفيضان ده بتجي بالمناسبه احنا نملى خزاناتنا في نهايه الفيضان اليومين دول بدينا نملى في بدايه الفيضان ده كل المويه تمشي بس ما عندنا لا محل نمسكها مليانه طن وخزاناتنا صغيره جدا يطلع ان احنا ما بنستفيد عندنا حوالي 7 مليار بتمشي السد العالي ما في طريقة نستفيد منها لأنها بتجي في 3 شهور لما تجينا في باقي السنة ممكن نستفيد منها بمعنى أنه أنت سدك مليان وتسحب منه بالترعة بتاعتك كل الناس عارفين الكلام. طيب السبعة مليار دي بتساوي مشروع الجزيرة بس أنا حكا نجحنا وزرعنا مساحة أخرى كمشروع الجزيرة. بالمناسبة في دراسات بس كان زراعة الـ 2 مليون فدان دي والزراعة طبعا علمية ومنتاج كما هو معروف والباي برودكتس بيفتكروا انه السودان ممكن يستفيد اكثر من الاسيبيين. الاسيبيين بالانتاج الحسي حاليا بتاع صد النهضه عندهم حوالي 950 مليون دولار سنوي يعني قول 1 مليار. انت اذا كان عندك 2 مليون فدان مروي تمام ممكن تجيب كثير مع الباي برودكت بتاع الزراعه اكثر من مليار بكثير يعني. ده غير الزياده في الباور الباور جنريشن في الحس حاليا النافيجيشن كل وقلناه في الدراسه يعني التقليل في الفويل والإزبيرات لانه في الصيف انت الحيط بتاعك عالي وهكذا الكلام ده كله قلناه بدراسات كثيره يعني وتحقق بدراسات اخرى. وانا جبت سلايد دراسات من طلاب سودانيين وريسيرش سودانيين ودراسات من ريسيرشز انترناشونال او خواجات يعني كلها بتوري انه فوائد السودان كبيره جدا من سد النهضه. نجي للجراوند ووتر. الجراوند ووتر برضه قدمنا في دراسه ثقيله جدا وانا بس في الدراسه قلت لكم نو تشينج في الاستورج. الدراسه اللي عملناها هنا ما سد النهضه لا يؤثر على الجراوند ووتر. ليه؟ لانه لقوا انه في اثناء الفيضان المويه بتمشي على الجراوند ووتر وفي الريسيشن بترجع تاني بتنزل في الكورس. وده التفسير اللي قدمته الدراسه انه واي ذير از نو تشينج في. بالمناسبه حتى دي ذات اللي جوا شمال الخرطوم النيل الازرق من الحدود لحد الخرطوم ما في الجيولوجيكال عباره عن ديزمن ما في جراوند ووتر تذكر يعني في الحته دي. فيطلع الجراند ووتر يندرس بأم وليجو ما في تأثير يذكر يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا. نسمع أنور إذا كان في أسئلة. جزيلا ندي الفرصة لهشام. هشام تفضل. السلام عليكم يا دكتور صالح. أهلا هشام كيف حالك؟ الله يحييك إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا هشام الضي وأنا صراحة بحضر لك من نيوزيلندا هنا من شرق الكرة الأرضية. مرحب بكم. عندنا زميلنا يحيى شمس الدين كم بتعرف هناك. أيوة نعم نعم نعم. الله يسلمك. العافية دكتور. دكتور صالح أنا هنا يعني في نيوزيلندا طبعا شغال في إحدى الوزارات كمستشار في ديوان الخدمة العامة وفي نفس الأثناء كمان طالب دكتوراه في نمذجة النظم المعقدة. وصراحة استمتعت جدا جدا بمحاضرتك وبقدرتك لتبسيط المعلومة وتمليكنا لها كشعب سوداني مختصين وحتى يمكن يعني بتكون المعلومة دي مبسطة أكثر حتى كمان للمشاهد اللي غير مختص. عندي 3 أسئلة أنت تطرقت لإجابتها يعني بشكل مبدئي وإن شاء الله أنا حطرح أسع وعاوز أسمع منك. أول حاجة يعني اللي هو يمكن من آثار صد النهضة أنت ذكرت أنه هي تبطئة اندفاع النيل
وهل وجدتوا يعني أنتم من خلال النمذجة أنه تباطؤ النهر ده حيترك أثر على المياه الجوفية أو على إعادة تغذية المياه الجوفية؟ يعني باعتبار أنه إحنا عندنا مثلا في السودان الحوض النوبي وغيرها من الموارد الجوفية اللي هي ضخمة جدا جدا. السؤال الثاني هو بخصوص الرأي العام السوداني، يعني الإعلام السوداني ممكن يعمل شنو مختلف عشان تقدر تصل معلومة للمواطن السوداني عشان يكون الرأي العام عندنا كسودانيين متجانس تجاه صد النهضة كقضية وطنية أو قضية أمن قومي، بالذات أنه يعني إعلامات الدول المجاورة في كثير منها يعني بتتقن يعني إثارة الزوبعة والتضليل، ودور لجنتكم في المسألة دي هي شنو، واللجنة التنسيقية كمان بالذات يعني في مسألة اللي هي Public Awareness و Citizen Engagement وتمليك المعلومة. السؤال الثالث هو إحنا يعني كشعب سوداني وخصوصا يعني العلماء والمختصين السودانيين وحتى المواطن البسيط ممكن ندعمكم بشنو عشان نسهل عملكم؟ أنت شبهت اللجنة كبرلمان مصغر، هل البرلمان ده ممكن يستقبل مثلا insights أو it's available to be approached يعني من ناس على الأرض زي المزارعين اللي ذكرهم أنور مثلا متأثرين تأثر مباشر بين حصار نهر النيل وسلامتكم إن شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا أخي هشام، كتر خير كثير يعني على المشاركة وعلى أسئلتك. السؤال الأول تخلي كان طبعا واحد من المشرفين في مجموعة الباحثين السودانيين. مرحب بك. السؤال الأول عن إعادة تغذية المياه الجوفية، نحن شوفتكم الرزلت بتاعتنا كده نرجع لها سريع كده عشان الأخ ده جايز يكون مشافة. يا هدي دي سلايد، عندي معلومات عامة عن بتاع، لكن دي واحد جزء من الدراسة الكبيرة تمت، وده هنا التشينج ان ستورج بوينت 2-0.29 ده before gear 2909 -0.26216 التشينج ده insignificant حسب رأي الدراسة، ما في تغير يذكر نتيجة الجير. والدراسة زي ما قلت أنه أشارت أنه التغذية اللي بتتم أثناء الفلوب بترجع تاني للريفر أثناء الريسيشن في الزمن ده، لأنه بيحصل ريسيشن تقيل يعني، ده التفسير اللي اتقدم. يعني بصفة عامة أنه ما في تغيير يذكر على وأكثر الكلام ده شمال الخرطوم، في النيل الأزرق ذاته من الحدود لحد الخرطوم المنطقة دي قال بيزمن بتاع بيزمنت كومبلكس اللي هو ما فيه مياه يعني، فيطلع المياه الجوفية لا تأثير لا يذكر. سؤال تاني مهم جدا اللي هو الرأي العام السوداني غير متجانس، دي حقيقة يعني كان عينا للأخوة الإثيوبيين كلهم مع سدهم وهكذا، المصريين كلهم ما مع السد ضد السد ومع إعلامهم 100% تلقاهم. السودان بتلقى الصوتين، اولا السودان طبعا الكلام ده حتى في الاهد الفات وحس حاليا السودان بطبعه بلد يعني زي ما نقول دائما في الاصوات الاخرى، ودي ظاهره نحن نفتكر ان احنا في لجنه التفاوض ما منزعجين تمام، بالعكس كنا بنستفيد من رايه من اراءه. يعني بالمناسبة عندنا اللجنة الإعلامية بترصد أي رأي أي مقابلة أي بتاع من أي زول معارض أو مع، إذا كان معارض ومعارض له النقطة دي بتتناقش في اللجنة الإعلامية اللي هو رئيسة عضو في لجنة التفاوض نفسه، اثنين منها من أعضاء هسه حاليا اللي هو وكيل وزارة الصحافة والإعلام ومدير سونا، ناس يعني إعلاميين كبار هم أعضاء في لجنة التفاوض بيعرضوا الحياة دي وبتتناقش، وإذا كان اضطرينا نحول الموضوع إذا كان دار دراسة بتحول للجنة المعنية، فنحن أساساً ما منزعجين تماماً. الحاجة الثانية من نفس التقارير تتنزل أنه أنتوا عارفين أنه السودان أنا ما دار نقول مخترق، لكن بتلقى في أصوات كثيرة جداً بتكتب بوضوح، حتى فاحدين جبناهم في التنويرات في الوزارة، واحد بملء فيه زي ما نقوله قال والله الموية دي ما حقتنا، الموية دي كلها ما حقتنا، معترف انه كده ما حقتنا يعني مقتنع كده.
نحن قلنا له والله دي قناعتك الموية الماشية دي عندنا فيها حق وما قادرين نشيله، لكن الماشية عندنا فيها حق ما حقتنا مطلقا غير مقبول بالنسبة لنا. فأنا دار نقول هذا النوع من الناس موجود وانتم كلكم عارفين، وفي أقلام كثيرة جدا في السودان يعني منهازة حتى يعني غير قابلين أنه يتكلموا حتى في حق في يعني تلقى واحد بيدافع عن الآخر بصورة أكثر من حقه يعني الغريبة يعني. فبس بذكرني بالشغل اللي تم في 1959 بالمناسبة نحن كلينا التفاوض قرينا الشغل ده بالتفصيل، المحادثات المداولات ما دار في البرلمان، الملف بتاع مرغني حمزة، الانقلاب بتاع 59 قام وقام ليه والدعم وين والدعم الخارجي كان من وين، وليه رئيس وفد التفاوض كان ما من المهندسين الأكفاء أو من الخبراء، ليه كان عسكري ما عنده علاقة بالمياه، وليه تنازل، وليه لما اختلفوا عملوا المحكم الرئيس المصري يعني حاجات من هو ميدياتر المحكم بيكون من أحد الطرفين ما شفتها إلا في اتفاقية 59 يعني السودان، واختلفوا كان في التكلفة بتاع ترحيل الحلفاويين، السودان خدت 36 مليون جنيه مصري، مصر قالت تدفع 10 مليون، في النهاية وافقوا على تحكيم الرئيس المصري أنه عبد الناصر قال خلاص أديناكم 5 مليون، السودانيين مسكوها ودفعوا الفرق اللي هو كان 37 مش 36 كمان على بالي يروحوا له على هلفة، السودان دفع من خزنة الفرق بين 15 و 37 من الخزنة، بس الناس ما شعروا بها لأنه في الزمن ده كان السودان الفائض التجاري بتاعه كبير جدا. هذا ما كان ولا زلنا في ناس كتار جدا يعني للأسف يعني بمختلف المغريات على الطرف الثاني لسه للأسف. نحن الكلام ده أنا بقوله لأنه هذه اللجنة ما عليها بالكلام الفات ولن يتكرر، أنا أقوله قدامكم والداري نرفعه والداري نرفعه لأي حتة تانية ما دار، وقلتها في أكثر من مرة، سودان اليوم ليس سودان 1959، وأقرب شاب أنا شايف قدامي الشباب دير ممكن يتكلم في اتفاق 59 زي ما قال بيقولوا ما قاله مالك في الخمر، يعني ممكن ما لم يقله مالك في الخمر، الكلام ده ما هيتكرر تاني تماما. السودان مصلحته أولا وأخيرا، وبعد ذلك نشوف الآخرين وماشيين في الخضة والحس الشيء الماشي ده، الأزمات الكثيرة دي كلها نتيجة الكلام ده. بماذا يمكن ندعمكم يا أستاذ هشام؟ نحن الاستعداد لتقبل أي رأي. هسا أنا بتكلم سعيد، أخونا سعيد ده سكرتير التنفيذي للجهاز الفني، وبتكون عندكم معه اتصالات أي رأي، وممكن يكون يديكم الإيميلات بتاعتنا وإيميلات بتاعت اللجنة الإعلامية وأي رأي. بالمناسبة حتى جاتنا آراء، وفي آراء حولنا للدراسة للجان بتاعت النمذجة بالمناسبة، يعني إذا كان اضطرينا أنه نعمل عندنا نماذج أوريدي عارف النمذجة يكون يعني ما بتبدأ من إسكراش، عندنا النماذج والدراسات تمت يجس الشيء الجديد ده كسيناريو بندرسه ويجينا في اللجنة مرحب به تماما في أي لحظة يعني، وسواء كان رأيك ده في جانب إعلام وكيف الناس توصل راية، وإذا كان رأي فني في موقف يعني من المواقف أنت بترى أنه مهم جدا يعني الناس تدرس يعني. مرحب بكم إن شاء الله. شكرا. لا دكتور طبعا لأول مرة الواحد يحس كده بأنه والله يا أخي في حاجة كده الناس كلها ممكن تلتف حولها يعني وتغلب المصلحة الوطنية. أنت يعني في على ذكر التاريخ بتاع اتفاقية 1959 أنا بقرأ
كنت برضو في تاريخ السودان الحديث ده بعد الاستقلال وبتاع، فكان من الحاجات الغريبة اللي قريتها إنه في شخص كان في يوم من الأيام رئيس وزراء، وقام عملوا له داون جريدنج من الوظيفة بتاعته لوظيفة تانية، وكان السبب هي شقيقة مصر يعني، يعني عاوزين الزول ده يخدم مصلحتهم في حتة تانية. فقام قالوا لي حتى زو كنت رئيس وزراء كيف تقبل بوظيفة أقل يعني؟ قال لهم والله عشان خاطر المحروسة لو عينوني قنصل في اسكندرية أنا بقبل. فدي كان من الحياة الغريبة إنه كيف في ناس بيكون مفتونين ومأخوذين تماماً لمصلحة دولة تانية أكثر من دولتهم اللي قاعدين فيها هم ذاتهم. يعني أسي النيل ده لو الفيضان ده الناس بتأثر فيه في السودان، يعني ما بتأثر فيه في مصر ولا في أثيوبيا. فالناس بصراحة كده تاريخنا فيه حاجات غريبة، ولازم لازم يعني الحياة تتغير على أساس إنه إحنا ذاتنا وحدتنا الوطنية وتماسكنا الداخلي ومصلحتنا تغلب. فعلا السودان أولا، السودان أولا، السودان أولا. طيب ندي فرصة لباشمهندس الأستاذ وفي، وفي برضو من مشرفي مجموعة الباحثين السودانيين، أستاذ جعد الفاسر. وفي يا ريت تعرف نفسك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. صوتي واضح يا دكتور؟ نعم نعم، ارفع صوتك حبة بس. السلام عليكم. طيب السلام. شكرا يا دكتور صالح، والله قدمت تنوير جيدا عن الحاصل في دهاليز المفاوضات. انا وفي خميس علي عبد الله، مهندس مساء ومحاضر في جامعة الفاشر في كلية الهندسة، مشرف في مجموعة الباحثين السودانيين. عندي سؤالين او تساؤلين. قبل 3 ايام صادفت ورقة علمية مشهورة من داسيس للنشر، مقدمة باحث الدكتورة في جامعة ماشير باشمهندس محمد آدم وبكر بشير، يتكلم عن صد النهضة، الآثار والمخاطر بالنسبة لنا. سرد معلومات كثيرة جدا جدا، من ضمنها انه السد نفس المعلومات الارقام اللي ذكرتها انت قبل في المحاضرة بتاعتك، ويتكلم عن انا الان ما خلصت الورق كله، لكن بوصي بالناس انهم يروها. هو مهندس مدنية محمد آدم بشير ده، وعمل دير في بعرفه، ابوه كان وكيل الوزارة، انا بعرفه شخصيا. ايوه نعم، باشمهندس محمد ذاته كان برضو من المشرفين في الباحثين السودانيين. نعم نعم، في المانيا. وقريت الورقه بتاعته، قريتها. نعم، واصل واصل اخونا وفي، تفضل. عشان افضل بحث الصوت ما واضح، الشبكه شويه بدات تقطع يا وفي من عندك. اهلا يا وفي، ما سامعين؟ وفي الشبكه شكله عنده فيها مشكله. ف وفي شكله طلع وجا داخل ثاني. وفي السلام عليكم، معلش عندي مشكله انترنت، بس سمعتوا سؤال اول مقدمه اللي انا قلتها؟ ايوه ايوه. طيب دكتور حياتي، كنت بتكلم برضو دكتور حياتي برضو كتب كثير عن صد النهضة. أنا ما أستذكر حاجة جديدة، لكن حتى البحث بتاعه بتاع الدكتورة كان بتكلم عن المصادر المياه والكلام ده، والآن تقريبا في السدود. تساؤلي أو تخوفي، أنا أسوأ المتشائمين بما أنه السد على بعد 20 كيلو من الحدود السودانية ولا بعد 100 كيلو من خزان الروسيرس، هل نتوقع لأسوأ الفروض أنه تحصل حلفة جديدة؟ وهل موقفنا او اللجنه التفاوضيه الان انتم يعني، انا يا ريت الحلقه دي كانت قبلي او يعني ان شاء الله تكون فاتحه، انه تكون البرنامج اللي بيقدمه استاذ لغمان في تلفزيون السودان عن الحلقه الاسبوعيه تقريبا، انه برنامج بيقدمه، يا ريت تكون في مكاشفه زي دي لعامه الشعب السوداني، مختصين مهتمين اكاديميين وغيره، انه يتناقش الموضوع ده بصوره افضل. عشان زي ما انت ذكرت قبل شويه في تعقيبك على استاذ هشام، انه ما في هم وطني او شيء جامعنا. الأثيوبيين المتحدين كلمتهم واحدة، المصريين كلمتهم واحدة، لكن نحن في السودان إلى الآن بنتكلم كأنه الموضوع ما بيهمنا أو تأثيره علينا ضعيف نوعا ما. هل في جوانب يعني مختصين اجتماعيين في اللجنة بتاعتكم لأنه يساهموا في نشر الوعي بالقضية دي، سواء كانت من حيث محاسنها أو مخاطرها؟ لأنه الآن نحن شفنا الفيضانات اللي حصلت بسبب الأمطار دي تكاد تكون غرقت نص البلد. فعلى أسوأ الفروض إذا الخزان اتملأ
او الاثيوبيين مثلا المفاوضات دي مشت سواء كان بنتيجه ايجابيه او سلبيه للاثيوبيين، لنفترض مالوا الخزان وخلاص بدوا الشغل بتاعهم، اسوأ سيناريو ممكن، هل احنا مستعدين له؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اخ وفي، شكرا لك. بتكلم عن سؤال طوال بيطرح كثير جدا عن سلام الصد النهضه، وانا في البرزنتيشن تكلمت عن السلامه من حيث التصميم والبناء، وقلنا انه هذه المساله دي محسومه تماما. صد النهضه يا جماعه مبني على احدث التقنيات الحاليه يعني عكس تقنيات سدودنا. بالمناسبه حتى الشركه نفسها كانت مشاركه او فرع منها مشارك في سد الرصيرص، وبنوا اكثر من 200 سد في العالم. فالشركه السالين ممكن تفتشوا عنها في الانترنت، شركه انترناشونال يعني على مستوى العالم في مجال السدود. يعني سد النهضه مبني على جرانايت عكس سدودنا نحن في مناطق خاصة سدودنا في جبل أولياء وعلي عطبر ومروي، في سدود سماها الرسوبية. سد النهضة في سدود جرانيتية يعني من ناحية الثبات وأرضية وبتاع، وحتى السد العالي اللي هو مبني كان على تقنيات الخمسينات، ده هسي مبني على تقنيات حديثة جدا. يعني الناس ممكن تفتح السايت بتاع الايكود وتشوف التقنيات والفروقات بتاعتها يعني. فيطلع من حيث البناء والتنفيذ والتصميم الحتة دي السودان تماما، ومشوا وفود مننا قرط عندنا، وفود دكاترة في جامعة خرطوم متخصصين في مجال سلامة الخزانات و ولا زال دائما الاثيوبيين في اي لحظه السودان قال داير يمشي. واخر زياره للرئيس الوزراء برضه قدم الدعوه. يعني الحته دي تماما. احنا هسي في حاليا نتكلم عن سلامه التشغيل، يعني ممكن يسبب لك ضرر اذا كان مثلا فتح مويه انت ما متوقعه او مسكوا منك المويه، دي الحاجات، او جابوها لك فوق انت ما كده. التشغيل ده مهم جدا وممكن يضر السودان، وده موضوعنا في الاتفاقية. نحن قاعدين نكرر الجزء ده ودارين نتأكد أنه الاتفاقية هنا international، يعني اتفاقية binding للطرفين ما فيها نقاش، وأي زول يتحمل البريتشين بتاعته. فده موضوعنا هسه حاليا في موضوع السلام. برنامج لقمان already كان في الوزير افتكر شارك، وحسي حاليا مطروح كويس كأنك بتقرا برامج اللجنة الإعلامية. حسي حاليا مطروح أنه الناس تعمل تاني تنوير حول المستجدات الأخيرة بالتفاوض، بالتركيز للمستجدات الأخيرة بالتفاوض، خاصة في الجولتين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في برنامج مع لقمان. الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، طبعا السودان هنا الموديلينج وانتوا عارفين الناس اللي مش عارفين في مجال زي ناس هشام بتاعين الموديلينج في الدام بريك والحاجات دي معروفة للناس يعني إذا كان تمت. لكن عندنا لا برضو ميتيجيشنز حس حاليا الناس بتدرس فيها. مثلا why not to think about diverting the water after before resource diverting عشان تخش مثلا سد نهر دندير وهكذا، يعني حاجات زي دي يعني تخفيف للموجة يعني. لكن الاحتمال بتاع طبعا إلا إذا كان خطيت نفس الاحتمال، يعني احتمال ينهار السد العالي أكبر بكثير من أنه ينهار سد النهضة نتيجة يعني للتصميم وكل شيء يعني. شكرا جزيلا. طيب في سؤال قبل ما ندي الفرصة تاني لسالم. السد البحيرة بتاعت السد قريبة من الحدود بتاعتنا، هل في أي
مشروعات مطروحه لانه يكون في مصانع بتاعت اسماك. البحيرات دي زي ما شفنا في بحيره سد مروي بتعمل اسماك يعني بيكون فيها حياه، اي مويه جنبها بيكون فيها حياه. هل في اي خطط لانه تقام استثمارات سودانيه قريبه من البحيره بهناك؟ يعني برضو عشان ما يكون بيتكلم بس احنا بس خايفين خايفين خايفين، برضو نفترض انه يكون عندنا التفكير بتاع انه والله يا اخي في فرصه جايه قريب بـ out of سد النهضة، أن إحنا ممكن نستفيد منها ونشوف نخلق فرص تاع التشغيل، نعمل مصانع بتاع أسماك، تجفيف إلى آخره، وحتة سياحية إلى آخره. هل في أي موانع لأنه حاجة تحصل زي دي في ضمن الاتفاقيات الموجودة حاليا؟ يعني لو جيت السنة ده قريب من الحدود بتاعتي السودانية، دار أعمل لي مصنع، دار أعمل لي بحيرة، دار أعمل لي حاجة منتجع ولا كده، هل في اي حاجه بتمنع، في موانع؟ شكرا جزيلا انور. ما في حاجه تمنع اي استثمارات ما عدا البنيات التحتيه عندنا. يعني انا قبل ما نمشي لك لبحيره الرصاص كده، انت استفيد من بحيره جبل اولياء اللي هي بتمتد 600 كيلو لحد مولود. ما في اي مشروع يذكر عن الاستفاده عن الاسماك والكلام ده في يعني الشغل ماشي عادي. يعني ما في يعني تكنيكال انبوت لزياده الانتاج كده في البحيره دي، ودي اكسسبل من الطرفين يعني من اتجاهين البحر. يعني بجاي في زلط تقريبا، صحيح زلط الغربي ما وصل لحد الدويم، ما قرب كده، لكن الزلط الشرقي ده معروف لحد كوست. يعني ما في اي حاجه كلكم عارفين يعني. اما كما مشيت لبحيره الرصيرز، حاليا في ردميه وفي خيران طبعا كثيره بتمشي لحاجه بتاعت قريب الحدود ردميه، لكن الكباري. اما تطلع من الردميه دي انت ثاني ما بتقدر تعمل اي حاجه، خيران وغابات. وحسي حاليا ان احنا الحدود ما بنقدر نمشي لها بالردمية دي نفسها، الا تمشي بالرنش على المويه. يعني محطتنا بتاعت الديم اللي هي المجرمنت الاساسي، حسي حاليا الاكسسبيلتي بتاعتها عن طريق تركب لنش من القضاء من الدمازين وتمشي بالمويه لحد ما تمشي ال 100 كيلو. المشكلة في الحياة دي أنه الاستثمارات دي دائرة بنيات تحتية طرق عشان تكون accessible. يعني ما في أي شيء بمنا. يعني إحنا لسه أرضنا دي بكري جدا يا جماعة، بكري جدا، وما في ما في ما يمنع، لكن ستيل نحن لازلنا في الصراعات يا جماعة، من الصارع في السلطة، من الصارع مع بعضينا، والناس ماشية ونحن رجعنا للأسف. يعني رجعنا كثير لورا بالمقارنة لما في السودان في الخمسينات والستينات. يعني لما نرجع بنلقى أنه نحن ريالي رجعنا لورا. حتى لما نقارن مع الدول اللي أخذت استقلالها في أفريقيا في الثمانينات، ما شو خلهم، ولسه نحن بنتكلم. وكلكم الناس اللي بيكونوا زاروا الخرطوم هسي الأيام دي مثلاً، تلقى الشوارع كلها اتملت تراب، حتى النظافة ذات مستوى الخرطوم نقول لا إله إلا الله. الله يكون في العون إن شاء الله بسواعد أبنائه، يعني إن شاء الله السودان يأخذ موقعه الطبيعي. طيب سالم تفضل مرة ثانية. شاكر للفرصة مرة ثانية. دار أقول شنو أنا؟ الواضح انه المنطقه كلها، يعني سواء كانت السودان ولا اثيوبيا ولا السودان، كلها بتمتاز بعدم استقرار سياسي. يعني وعدم الاستقرار السياسي ده قاعد ينعكس سلبا وايجابا على المواقف فيما يتعلق بالتفاوضات على الاخطاء الاقتصاديه والحاجات من النوع دي. في نقطه قبيل دكتور انور يعني سلط عليه في مساله بتاعت الضمانات دي، يس الاتفاقيه ممكن تكفي لنا ضمانات او توفر لنا ضمانات ان كيس، رغم انه ما في probability زي ما ذكر الدكتور صالح ذاته، ما في probability انه سواء كانت امان المنشا او امان التشغيل كلهم انه ممكن يحصل انحيار او حاجه، لكن دائما بكون في probability حتى لو 0.00 اوف
في المية برضو. إن كيسف أنه الحاجة دي حصلت شنو التدابير حق الحكومة أو الخطط حقها اللي ممكن لو ما منعتها ممكن تخفف منه؟ إن كيسف أنه زي ما ذكرت إنت يا دكتور صالح أنه مثلا كمية المويه الفقاها من صدار نهدة أزيد بكثير ممكن من الممكن استوعبها مثلا صدار روسيرس، شنو ممكن وقتك يعني ممكن الضمانات ده ممكن يوفر لك كمية الدمج اللي ينقص باي الكلام ده، لكن في حاجات ما ممكن مثلا التعويض المادي تكفيه مثلا في أرواح حاجات زي كده، شنو اللي ممكن يعني مثلا إنشاء بحيرات ثنائية زي ما قلت دايفيرتينج مثلا، شنو الممكن اعتمدتوه هسه حاليا في وزارة الموارد المائية أنه يا أخي تعمله عشان تخفف من الحاجات دي مستقبلا يعني؟ شكرا جزيلا. طبعا انا اتكلمت عن اول حاجه في الحالات العاديه اي خطوره دي يعني احنا عاملين لها يعني مثلا تغيرات في كميات المياه الجايه في 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 حاجه ما هو كميه المويه اللي بتجينا مثلا التغير، انا يهمني التغير هو اللي بيأثر على الجسور اللي ممكن تسبب بريتشين في في الردميات مثلا يسبب خسائر دي اوريدي يعني احنا ماده خدناها ده في حاله الشغل العادي. الشيء الثاني في طوارئ، الطوارئ دي معروفه في كل الخزانات ممكن يكون في طارئ، وفي الحاله دي الضمان انه احنا في الماده بتاعت الاكسين في السلامه ذاتها الاكسشينج بتاع الامرجنسي بلانز متفق عليه، الامرجنسي بلانز بين الروسيرس وصد النهضه متفق عليه تماما، وانه هيكون في كونتينوس البلانز دي دائما اكسشينجد وابديتد. المعلومات نفسها الاكسشينج متفق عليه زي الفلو ديلي، وفي حاله الامرجنسي اد سبوت. ده كله نحن نتكلم عن الاوبريشن، واذا كان في امرجنسي عشان الشغل ده ما تكون حاجه ابنورمال. طيب اذا كان في بريش اللي هو الاحتمال اولموست زيرو ده الموضوع اللي احنا يعني برضه متحسبين له. انا قبل شويه تكلمت عن الدراسات بتتكلم عن الدام بريك والموديولز بتاعت هاو البريك نفسه، يعني الناس ما تتخيل انه في الدام بريك للسدود اللي بتكون خرسانيه او الركاميه بيكون زي السد الترابي. السد الترابي ممكن almost كانك انت بتشيل البتاع ده تقول 74 مليار او اذا كان في 50 مليار او 60 مليار كانها يعني في لحظه كده بتفتح ويجي نازل الجبل ده نازل يعني. ده اذا كان اما في السدود اللي بتكون ركاميه اللي هي خرسانيه وواجهات او السد نفسه خرساني الموديلنج بتاعه بيختلف، يعني بيكون في فتحه وفي ريت بتاع انكريز باشكال مختلفه. ده كله في الدراسه بيكون ماشي، وبعد ذاك بيحصل المعروف في الهيدرولوجي الحته بتاعت الراوتينج للويف واو واو. اذا كان تم الكلام ده هاو المويه دي كيف وكان هاو كان بي اكوموديتد في التشانل. وانا اتكلمت عنه في كونسبت كثيره جدا، فان جزء منها ثرور ريسورس، جزء منها كان بي دايفيرتد لنهر الدندير وهكذا. دي كلها حاجات هسه حاليا تحت الدراسه يعني الناس بتدرس فيها. لكن طبعا احتمالها وبرضه ممكن من ضمن طال الميتيجيشن ممكن تحول زراعه، يعني اذا كان لقيت مساحات ان تفلط سم ارياز يعني عشان فتره الامرجنسي انت بتحاول بقدر امكانك تقلل الويف النازله داون ستريم. فالجزء ده كله في البال ولا زلنا اذا كان في زول عنده اي افكار برضه زي ما قلت مرحب بكل الافكار يعني ان شاء الله. طيب في الفنان الجميل محمد خليفه قال لك سؤال، يبني اتفاقيه مياه النيل 1959 نصت على نصيب السودان من مياه النيل محفوظ في بحيره السد العالي عكس المنطق، فالمياه لا يمكن ان تعود الى الخلف، هل لديكم اي خطط للتحدث مع المصريين حول هذه النقطه ولا خلاص نقنع من مياهنا اللي فقدناها ومشت زي ما قال استاذ شوقي بدري، هل نطلب منهم عرقسوس؟
ثاني حاجه الاستاذ الفنان اسمه شنو؟ محمد خليفه. محمد خليفه هاي برضو هل في حاجه على السودان حول تخزين جزء من حصه السودان داخل سد النهضه نفسه؟ هاي يعني ده كويس. طيب شكرا جزيلا اخ انور. اول حاجه الاسامشن غلط. كميه حصه السودان ليست مخزنه في السد العادي في البحيره. السودان ها قال في البحيره ما في السد ما في البحيره يعني في بحيره السد العالي مش كده؟ ايوه نعم نعم مش السد العالي ثاني ما بتجي نهائي. يعني حصه السودان ليست ده الفحم المغلوط. حصه السودان تخزن في خزاناته والمويه الجايه. يعني السودان يشيل عنده الحق يشيل لحد ما يساوي 18 ونص في اسوان وليس في وسط السودان. يا جماعه حصه السودان 20 ونص. يعني احنا في الجزيره في الخرطوم في المناطق دي كان دايرين بنشيل 20 ونص. ال 10% دي كانت ترانزميشن لوسز. التقسيم كان في اسوان. السد العالي مفيد للسودان في 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 نقطة واحدة بس أو نسميها اثنين نديكم لها اثنين. السد العالي السودان وافق أنه يكون أوفرير الصرج عشان السودان ما عنده أوفرير الصرج. كان المو نجيبكم من الآخر كان البحر جاب 18 ونص يقسموها كيف؟ كان البحر جاب 18 ونص السودان هشيل ال 18 ونص واخلي زيرو يمشي بعد دنقله. ده معنى الكلام. ليه؟ لانه انا مديك تخزين بتاع 3 سنوات. السودان عنده زيرو سنه بسنه خزاناته بتفضل تماما بنهايه شهر 5. دي الفائده بتاعت السد العالي. الثاني الفائده الثانيه اتفقوا انه الايفابوريشن لوس 10 مليار. كل السيستم يعني 5 على السودان و5 على مصر. وبالتالي السودان ما عنده ايفابوريشن للسيستم. احنا نبني خزاناتنا والعشرة. طبعا في كلام كثير في الهيئه واو يقول لك التبخر من خزانات السودان. احنا الكلام ده اتغير تماما من 2015 وياي بعد ما جينا هنا قلنا لهم ان احنا هنبني 10 خزانات ثاني والتبخر يا هزات والعشرة. ما ان احنا ما بنعرف اي ولما نازل امر الاتفاقيه كان ما عارفين ان السودان ببني خزانات. اتفقوا على 10 ليه؟ دي الفائدتين الوحيدتين بالنسبه للسودان. انك كان جاب 18 ونص السودان هيشيل ال 18 ونص والتبخر 10. متفقين. احنا عارفين بدراساتنا عندنا وغيرنا السد العالي قاعد يبخر 5-6 وفي دراسات ممكن تفتشوها وفي دراسه واحده من المصريين نفسهم 6. الموضوع ده التعليق بتاعه ما في محل. اما تخزن في 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 سد النهضه ممكن جدا ده ممكن يعني. لكن غير مطروح ولا يعني احنا ما قاعدين نطرحه. ليه؟ لانه اساسا هيخزن وهيولد وهيجيك. يعني انت ما بتحتاج تقول له خزن لي في سد النهضه واصلا هيخزن لحد الفل وهيولد بالتوليد الا يوقف التوليد. وانس انه اشتغل ولد كهرباء المويه جايك اول ما تجي داخله ان احنا هنشيل حقنا. طبعا في محاولات في التفاوض نقول لكم يعني في التفاوض في محاولات لربط مناسيب السد العالي بالمويه الطالعه من سد النهضه. بمعنى اخر انه السودان يكون بايب. كان وافقنا ان احنا اول ما يفكوا مويه يقول لك والله المويه دي ماشيه لرفع منسوب السد العالي. الموضوع ده كومبليتلي ريجكتد من طرفنا. ولما دايرين حقها كده قلنا لهم يا جماعه الموضوع ده عشان ما دايرين كلام كثير بشغل السودانيين ده. ان احنا اي قطره دخلت الحدود السودانيه بنعرف 1959 ما بنعرف سد عالي ولا بنعرف ليفل.
دخلت الحدود السودانية حنشيل حقنا ونفك الباقي بعد دنقلة. إذا كان ما دايرين 59 ده موضوع تاني. ما افتكر السودان حريص على هذه الاتفاقية أكثر منكم. وكان أمنا استفتاء هتسقط بالماينس مش بالبوزيتيف هذه الاتفاقية. أكثر السودانيين ما دايرين نازات. ومن ذاك ما سمعنا بالموضوع ده أنا طرح يعني. فنحن أي موية تجي من صد النهضة أول حاجة بيشيل حقنا. وما تبقى هو حق مصر. شكرا جزيلا. ممتاز جدا. جابوا لي ورقة اللي اجتماعك بدأ. أوكي. طيب كان في سؤال والله على الدراسة بتاعت الآثار البيئية غير المياه الجوفية. وقالت دي الباحثة ولاء أبو زيد. وقالت دي احتمال ذاته يعني واحد من الأسباب بتاعت إنه الباحثين أراؤه ما موحدة. إنه الدراسة بتاعت الـ Environmental Impact Assessment اللي اتعملت بس حول الدراسات حول المياه الجوفية ما اتعملت في الآثار البيئية الثانية. ونحن مبارح دي بدينا مجموعة فرعية بحثية بتاعت البيئة قوم عليها الباحثة إيناس ومعاها عدد كبير جدا من الباحثين. وإن شاء الله خدت الموضوع ده يعني كأحد الموضوعات. طالما دكتور صالح انت دخلت أسي في موعد اجتماع ثاني نحن أسي دي إذا كان في سؤال بريسنج جدا من زول ما شارك ويلكم. في سؤال عن هل في اتفاقية بتاعت امداد كهربائي للسودان مدمجة في ملف المفاوضات؟ ده سؤال مهم. ما في اتفاقية لكن اتفاقية 2015 بتقول يدوا البريفرنس أو الأفضلية لدولتين السودان ومصر في بيع الكهرباء بس. لكن معروف انه الانتاج الكهربائي عمل تجاري. معروف انه هسه حاليا ان احنا اسيبيا بتدينا كهرباء بالربط المعروف ان احنا في ربط هسه اللي شغال له قريب 3 سنين بدونا حوالي الخط حوالي 200 ميجا شغال يعني. حديثا حصل ربط حديثا جدا جايز تريجر بالكهرباء دي ذاته والاتفاق والتفاوض ده. المصريين اخيرا وافقوا انه يربطوا شمال السودان بكهرباء محدودة جدا محدودة جدا لأسباب كلنا نحن عارفينها. ضعف الإمكانيات من جانبنا نحن مش كده؟ لا 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 اللي هي؟ لا 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 ما ضعف الإمكانيات تماما يعني. هم الأسيبيين المصريين رابطين مع الأردن وسوريا وكل شيء من بدري جدا. السد العالي ده بنت كهرب من السبعينات من أوائل السبعينات. لماذا بالمناسبة ناس من غني حمزة في الخمسينات قبل الانقلاب بتاع عبود كان مطالبين بأربعة توربينات ومتأكدين أنه هيدوهم توربينتين وديلك كانوا رافضين. وفي الاتفاقية زي ما شايفين أنه كان زيرو لأسباب كثيرة عندها علاقة باستهلاك المياه وكذا. فالناس يعني ما كان في ويلينج من الطرف الثاني انه يدي السودان كهرباء الا بعد ما الكهرباء وصلت من الطرف الاثيوبي. حتى بعد ذاك طرحوا مع النقص المعروف في السودان في الطاقة يعني. نعم وده كله يطلع الاتفاقية بتدي البريفرنس فقط وليس. لكن هم في النهاية الخزانات بتاعتهم دول الجايات الثلاثة الثانية الكهرباء والدوين في الغالب بيقول السودان وعبر السودان. كان دائما هم أساسا الخطط بتاعتهم ماشي لتشات وماشي لدول أخرى يعني. إذا كان قدروا ينتجوا 45 ألف تتسد بتاعت النيل الأزرق فلازم يستفيدوا من الخطط السودان يعني. تمام. باشمهندس وفي بيقترح انه تضمن خلاصه المفاوضات التي لا تؤثر على الامن القومي في المناهج التعليميه في المراحل المختلفه. يعني نلحق ناس القرائي نقول لهم اخوانا اي دقائق هاكم دجزوا تدخلوه عشان الناس تعرف الحاصل شنو. هل الكلام ده ممكن يكون مفيد؟ لا مهم جدا بالمناسبه يعني النشء يكون من البدايه عارفين
يعني مشكلة المياه كلكم عارفين أنها بقت مشكلة أمن قومي محلات كثير يعني، وخاصة فوضى النيل، لأنه كل مرة ماشى تتأزم المشكلة مع زيادة السكان والإربنايزيشن والصناعة والشغلانة الكميات المياه محدودة، هي ذاتها نفس الكمية، وبالتالي يعني احنا متوقعين كل مرة الموضوع يكون انتنس أو التنافس يكون غري انتنس يعني. ده معناته أن احنا أجيالنا من بدري يكونوا شنو؟ واعين، ناسنا يقروا ويتفقهوا زي ما بقول في المجال بتاع المياه ده، والصورة يحفظوا حقوقهم حقوق الأجيال القادمة إن شاء الله. تمام. في سؤال ثاني كان عن الري الانسيابي، وفي سؤال بس مهم جدا بس عشان تدينا زي ما اقول باينري انسر يس نو، اللي هو السؤال بتاع انه والله الفيضانات التي دي سبب السد سد النهضه، الفيضانات الحاسمه لا سببها في سد النهضه بس يعني؟ لا 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 لا، الفيضانات الحسي ما عندها علاقه بسد النهضه. صحيح المويه، المويه في الهضبه السيبيه السنه دي عالي جدا. انا قلت لكم حسي حاليا البنى في سد النهضة في ليفل 560 تقريبا، ولا 65 المفروض حسب البلان يكون 565. يعني الموية السنة الفاتت والسنة دي الموية يرفع عفشهم والموية تطلع بفوق الجسم. السنة الجاية إذا كان قدروا يبنوا 35 متر من الموقع الحسي حاليا اللي هو 560 يطلعوا لليفل 565، بيكون بالإضافة لأبواب الحسي حاليا تحت، الابواب الثانيه في بين ليفل 570 و580 كده الفيضان ممكن يخش بعد دبل ابواب، يعني ما في مويه بعد ده بتمشي بفوق. لحس حاليا المويه كلها ماشيه بفوق، في الابواب التحت فاتحه بتودي 300 مليون فقط، الباقي لاحظ ان المويه السنه دي قربت مليار في اليوم، 950 في اليوم، في 300 بتحت والباقي كله بفوق. فالمويه اساسا السنه دي في الهضبه الاسيبيه، الناس المتابعين بالاقمار الصناعيه وكذا، وحتى في الهضبه الاستوائيه بحيره فيكتوريا ارتفعت لليفل غير مسبوق، يعني اولموست اكثر من بتاع سنه 64 اللي هو معروف يعني في الريكورد يعني. فيطلع المويه السنه دي اساسا في الهضبتين الاسيبيه والاستوائيه عالي جدا، والمويه جايه من المياه أساساً صد النهضة ما فيه أي مشكلة. كمان تسمع في الميديا واحدين يقول لك لا المصريين قفلوا السد العالي، مع أنه الباك وتركير بتاع السد العالي بينتهي في شلال دال يا جماعة 200 كيلو شمال دنقل، يعني السد العالي لما يملي فل المويه تحصل دال، كان زاد من كده إن المويه تطلع بفوق له بفوق السد العالي، which is a failure يعني بالنسبة للسد يعني، خاصة أنه سد ركامي. فما في كلام زي ده، ما في، الاثنين ما عندهم علاقة بالفيضانات، الفيضانات دي من المياه من مياه الأمطار في الحضبتين، في الحضبة الأسيوبية بالذات يعني. الحضبة الاستوائية المطر تقيل، لكن كالعادة كل المويه دي تتشرف في منطقة السدود. وانا الاسبوع اللي فات كان معي مهندس كبير من جنوب السودان، قال لي القرى يعني السدود اتمددت وطردت من القرى، بيجوا وصلوا قناه جنغلي انت عارفينها، كان حفروا منها 260 من 300 وفضل فيها جزء يعني بسيط، فبيجوا في اطراف الترعه دي طلعوا بعيد جدا من داخل السدود. ليه؟ لانه المنطقه كلها اتملت مويه، كل المويه الكثيره اللي نزلت من الحضب السوديه جات تشرد، وبالتالي المويه داخله ملكال يعني هي نفس المويه ذات اللي هي 15 مليار 16 مليار ما بزيد من كده. شكرا جزيلا. تمام. في اي سؤال ثاني؟ انا ما عندي مانع، جابوا جواب ثاني قالوا تم الغاء، ما عندي مانع نديكم 15 دقيقه. الري الانسيابي من السد 15 دقيقة يا أنور، تم إلغاء الاجتماع المفروض. في سؤال عن الري الانسيابي من السد، الري الانسيابي من ياتو سد، من سد النهضة داخل السودان. كويس يعني جدا يعني إمكانية تفصل إمكانية الرد الري الانسيابي دار أقول لك أنه الأراضي الزراعية في السودان
ونحن بنتكلم عن التعاون المستقبلي الإقليمي في ذهننا الحتة دي. إثيوبيا عندها الباور، السودان عنده الفود، ومصر والجماعة الثانية عندهم حاجاتهم الثانية، لكن كان أخذنا بس السودان وإثيوبيا. باور في إثيوبيا والأكل والفود في السودان ممكن جدا تفتح ترعى وتصنيع في مصر برضو، ممكن التصنيع ممكن يكون في مصر والتدريب ممكن يكون في مصر، دي من الحاجات اللي عندهم. لكن كان أخذنا ديل الأراضي الزراعية في السودان ممكن جدا تقشط ترعى من صد النهضة وتنزل في السهول، السهول السودانية لإنتاج غذاء مش للدولتين، لأفريقيا كلها ممكن. لكن حس حاليا ممكن جدا الناس كان بدت المشروع ده كبداية ونجح ومشي بصورة فعالة، ممكن الناس تسينك أباوتي. السودان ليس ضد التعاون الإقليمي تماما، وافتكر أن المشروع ده إذا كان نجح ممكن يفتح آفاق التعاون الإقليمي والتكامل الإقليمي الاقتصادي كمان. ممتاز. طيب الباحثة ولا أبو زيد بتسأل قد لك، هل في رصد للآثار البيئية لسد النهضة على السودان، وهل في خطة لإدارته؟ نعم أم لا؟ ده سؤال. أنا بقول نعم ولا الاثنين. أنا بقول لا ليه؟ لأنه الدراسة الجوينت اللي بيقولنا المفروض تتم بين الثلاث دول لم تتم بعد، لسبب لأنه الانسبشن ريبورت از ريجكتد باي تو كانتريز، السودان اند إثيوبيا. الجوينت المفروض الدول الثلاث تعتمد عليها، وإذا كان في أي كومبنسيشن تعتمد على هذه الدراسات. نعم هنا عندنا دراساتنا الجارية وتمت الجارية يعني، وجمعنا المعلومات بكميات كبيرة جدا ممكن الناس تبني عليها أي دراسات، لأنه زي ما قلت لكم أنه الأضرار بالنسبة للمواطن ده يعني واجب أخلاقي بالنسبة للدولة يعني، مفروض أي ذل الضرر مفروض الدولة تعوضه، وبغض النظر أنه كان في اتفاقية ولم اتفاقية، لأنه دي مسؤوليات هي. نعم. طيب بالنسبة للآثار بتاع التغير المناخ، العالم كله هسه متغير، وجوطة وفيضانات وهيريكانس وكاترينا جوطة كثيرة، هل سد النهضة عنده آثار يعني في اللونج تيرم على تغير المناخ في السودان؟ السؤال ده بالذات طرحناه على أخونا الدكتور مدسر زروق، ياس كنا عارفين أنه شغال سوداني تخصص في مجال التغير المناخي على يد البروفيسور الفتاة الطاهر في الـ MIT ماساتشوستس، ورد لنا يعني جزء من اللجان اللي قلنا لكم اللجان في لجنة للبيئة، طرحنا السؤال ده ودلي ودرس وجاب دراسة وقال أنه سد النهضة ولا حتى السد العالي الكونتريبيوشن بتاعهم في الجلوبال سيركوليشن لا يذكر، يعني قال حتى السد العالي اللي هو الدبل البحيرة بتاعت سد النهضة التأثير بتاع مايكرو في بس لينا الفيزينيتي بتاعه، يعني يؤثر في المناخ الدولي. المناخ الدولي driven by هو يتكلم عن النينا ولا نينا، وأنه دي متحرك initiated by درجة الحرارة، تغير في درجة الحرارة في المحيط الهادي بالذات، دي اللي بتحرك الجلوبال climate change وليس البحيرات تماما يعني. فالموضوع ده كونه سد النهضة براو البحيرة دي تعمل تغير في مناخ المنطقة مستبعد جدا يعني، ولا السد العالي غير المناخ بتاع المنطقة تماما، ولكنه ممكن يكون عنده تأثير في الفيزينيتي بتاعته، يعني يزيد الرطوبة في المنطقة القريبة، يرفع الووتر تيبل في المنطقة، حاجات زي دي، لكن ما عنده في الكلايمت تشينج حاجة. ممتاز جدا جدا. آه.
هل في أي كلام لتعديل اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان 1959؟ حتى الآن لم نطرح هذا الأمر تماماً من جانب السودان ولا من جانب مصر. من جانب السودان كما هو معلوم حتى الآن لم يستهلك مياهه، بالتالي ليس هناك ما يدفع السودان ليه. يعني دائما الطلب لما يكون انت عندك يعني في بريسنج ايشو بالنسبه لك انت، فنحن الحس حاليا نتكلم عن استهلاك حصتنا اول حاجه. بعد ذاك الناس تتكلم في انه في اي لحظه الناس تعيد النظر فيها، فذلك مصر لم تطرح هذا السؤال تماما. يعني معروف انه في اليه بسموها الهيئه الفنيه المشتركه لمياه النيل، مقرها في الخرطوم، هي طبعا تشرف عليها الوزاره عندنا هنا. انا رئيسه من الجانب السوداني بحكم موقعي، يعني الجهاز الفني مسؤول من الترانس باوندري ووتر ايشوز، وده ترانس باوندري ووتر ايشوز، فرئيس الجانب السوداني هو رئيس الجهاز الفني الموارد المائيه، هو رئيس الجانب السوداني اللي هو بيتكلم من بتكون من 7 أعضاء من هنا وسبع اعضاء من الجانب الثاني. هناك عندهم قطاع مياه النيل. كان في اي ايشو زي ده بطرح اولا على هذا المستوى الفني قبل ما يطرح على اي مستوى اخر؟ لم يطرح اي موضوع بتاع اتفاقيه. ممتاز. طيب سؤال خارج اطار سد النهضه. الناس العطشانين في السودان السدي، يعني السودان فيه مشكله في التوزيع بتاع المياه، ناس غرقانين في الخرطوم وفي سينجا وفي وين، وفي ناس عطشانين في بور السودان. هل في اي خطط لانه يعني تعمل انابيب بتاع التوصيل؟ مثلا في بور السودان كان قبل فتره طويله في مشروع بتاع ما اعرف مويه تصل من ابو حمد ولا من عطبر، المهم حاجه زي دي. نعم. وكان المخلوع كل سنه بيجي يرقص هناك والمويه السنه الجايه دي جاياكم والناس عطشانه. طيب في اي خطط في الطريق؟ ولو في خطط شنو المانع من تنفيذها؟ نعم الخطط موجودة. و يعني بالمناسبة دي واحدة من مشاكلنا في السودان، أنه دائما لما ترجع للخطط الخطط موجودة لكن قاعدة on shelf. يعني مرات كمان تلقى خطة ويجيها تمويل ويقعد لحد ما يضيع نتيجة البيروقراطية يسميها. معقول؟ أيوة. يعني دي من الحاجات الغريبة يعني في السودان. حصلت بالله؟ يعني تلقى كما شئت المالية بتلقى الحاجات دي، أن يكون في مشروع محدد في مجال الطرق ولا مجال إيه معارف ويرفعوه ويجي جهة دارة تمول ويقعد ويموت. طبعاً الاتفاقيات دي عندها زمن. يعني انا اديك مثلا يعني مره تاهيل بنيه الري الاساسيه في الجزيره، المشروع ده نفذناه وانا في الوقت ده كنت في المدني في 2001 لحد 2007. فيه زي 3 سنين كان تجميد نتيجه اعلان وزير الماليه السوداني عن عدم قدرته على سداد اقساط. معروف الصناديق اذا انت وقفت اعلنت انك ما بتسدد وقفوا المشاريع الماشية، فقاموا وقفونا في الفترة دي 3 سنين. لكن بعد ذاك المشروع تنفذ 100%. لكن هذا أقول لك عشان المشروع ده وافقوا ومناقشوه ومشى مهندسين ومالية ووقعوا مع صندوق الأوبك في اتفاقية التمويل. الاتفاقية دي تجي هنا مفروض تمشي مجلس الوزراء ووزارة العدل وتحت اللي بسموه الإجراءات بتاعتها، مدتها 3 شهور. للأسف عشان 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 ننقذ الشغلانة دي اضطرينا نمض النازل بصورة رجعية. يعني almost كان الموضوع يكون انتهى، يعني كما كنا نحن متابعين. يعني فيطلع مرات البيروقراطية في المكاتب بتضيع حاجات كثيرة جدا يعني للأسف السوداني. ده ما الكيس طوال لكن يحصل. لكن الكيس الأكثر حاجة أنك ما بتلقى تمويل في الفترة الأخيرة، يعني
في الفترة الأخيرة طبعا ما في تمويل للسودان باعتبار أنه أنت أساسا محاصر وما في دولار بمشي ليك و و و وكلام كذا. أو أنت في عامل شركات مساهمة عامة يمولوا المشاريع القومية زي دي مثلا المغتربين. لا المشاريع دي بالمناسبة تحتاج لدولار ثقيل يعني. دايرة هارد كرنسي وليس وأنت الهارد كرنسي المشكلة بتاعتك هنا. حاليا مشتعلة. طبعا المشكلة المالية بتاعتنا هسه حاليا بتكون عرفت الكثير. أنه نعم. المالية ما قادرة ما كل الاقتصاد تحت مظلته يعني. بل فهمته من جرائد كثير أنه دائما وغير التزوير ماشي بتاع تزوير بصورة كبيرة جدا لدرجة أنه الجنيه السوداني كل يوم بفقد قيمته بنسب يعني 10% كده كمية كبيرة جدا يعني بنسبة كبيرة يعني نتيجة التوزير. كما أن الشركات الإنتاجية ما تحت يعني ما كنترول باي وزارة المالية يعني مثلا الإنتاج نفسه عايز يتكلموا عن الذهب وعايز يتكلموا كل شيء برا يعني. فالمشاريع زي دي مثلا توصيل المياه لبور السودان ده مشروع دار له مئات الملايين من الدولارات وهكذا. عندك مثلا الكهرباء من محطة حلفة مش الجفين الفولة مفروض الخط الناقل يصل نيال الفاشر لا زال وهكذا بالرغم من أنه كان بتشعر أنه كان في تمويل لكن ما تم. ففي حاجات زي دي الموضوع داير إعادة نظر تقيلة في الموضوع ده يعني شوية. نعم الدولة والجوفرنانس وكل حاجة تفترض إن يحصل لها ريفورم. وإن شاء الله يعني بالتواصل فيه هنا معانا الشاب الرائع الباشمهندس سعيد دايما نشكره على إنه هو اللي تواصل مع مجموعة الباحثين السودانيين على أساس إنه يتنظم السيمينار ده. سعيد ميزو شكرا جزيلا له. دكتور مهندس مستشار صالح حمد حامد رئيس الجهاز الفني الموارد المائية رئيس وفد التفاوض السوداني صدى النهضة احنا فخورين بيك وصراحة كده طمنتنا انه عندنا ده تف نيجوشيتر الحيدافع عن حقوق السودان في المياه وحق الأجيال القادمة. نشكرك جزيل الشكر وسعدني جدا باستضافتك في مجموعة الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا شكرا لكم كلكم وشكرا للحضور كلهم على هذه الفرصة يعني كتر خيركم كثير. العافية دكتور.